بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. في البداية أكيد عندنا موضوعات كتير جدا، لكن عندنا في الفقرة الأولى هيبقى معانا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ خالد العشري، والفقرة الثانية واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين والسنة دي بيلعب مع نادي المقاولين العرب الكابتن محمد سمير. وزي ما قلت لكم دايما بنحاول كل ولاد النادي الأهلي وكل اللي لعب بتيشيرت أو فانيلة النادي الأهلي يبقى موجود معانا. دول الفقرتين اللي هيبقوا موجودين معانا النهارده، وكمان النهارده هنفتح تليفونات كتير لمشاركة حضراتكم معانا في البرنامج اللي عنده آراء ولا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر والكونغو. ده نقطة مهمة جدا. كلام كتير عن تذاكر وكلام كتير وكلام كتير صعب، كل ده هنناقشه النهارده، ولكن المهم اللي احنا كلنا نلتف حوالين منتخبنا، حلمنا واحد وهو ده اللي احنا قلناه امبارح. الحلم واحد، لما منتخبنا يوصل لكأس العالم اللي ما بيتحركش لتطوير الرياضة هيتحرك، ودي بتبقى نقلة تانية لأي دولة. وأنا بشوف مصر الدولة الكبيرة العظيمة مكانتها في الرياضة، الطبيعي بعد ما تكسب 3 كأس أمم الطبيعي اللي احنا نبقى في كأس العالم، ده طبيعي جدا جدا جدا. لكن مش الطبيعي اللي أنا ما روحش 3 سنين ورا بعض. ده كان سببه من وجهة نظري سوء تخطيط، مفيش رؤية، مفيش تخطيط حتى على مستوى المباريات الودية. لما تيجي تتكلم منتخب مصر مباراته الودية متحددة هيلاعب مين، ما بتعرفش، في الوقت يبقى مزنوق، مش مخطط، مفيش تخطيط. أنا بتكلم ده في السابق. النهاردة أنت في حلم، والحلم دايما ما بحبش الناس في كلام كتير على فكرة طب هنشوف غانا تعمل إيه، لا أشوف نفسي أنا هعمل إيه. أنا لازم أكسب، وأنا لازم أكسب غانا كمان هناك، هو ده التفكير الصح. وهو ما بصش لأي خصم، وتعلمنا كده في خلال مشوار طويل. هتكلم في كل ده وباستفاضة أكتر بعد شوية، لكن خلونا نطمن على النادي الأهلي. كان في استأنف التدريبات النهاردة، وكان في تدريب مسائي. نروح للناقد الرياضي الأستاذ حسام نور بجريدة الصباح، ودايما موجود بيغطي كل صغيرة وكبيرة داخل النادي الأهلي. أستاذ حسام برحب بحضرتك. أهلا وسهلا كابتن سيادي، مساء الخير عليك وعلى كل السادة مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. استاذ حسام، النهارده في عوده اكيد للتدريبات، وعارفين ان في مجموعه منضمه للمنتخب، قول لنا ايه الاخبار؟ هل الكابتن حسام ضم مجموعه من الناشئين عشان يكمل النقص العددي؟ قول لنا كل حاجه، ودايما جماهير الاهلي بتحب في البدايه تطمن على فرقتها. بالتاكيد يا كابتن شادي، النهارده الحدث الاساسي في النادي هو استئناف التدريبات بعد عوده الفريق من تونس والاداء المميز امام النجم الساحلي. التدريب النهارده كان عباره عن 18 لاعب ضبط حراس المرمى ظل غياب اللعيبه الدوليين، سواء لعيبه المنتخب الوطني او اللعيبه المنضمين لمنتخبات بلدهم زي علي معلول. التدريب النهارده كان بدني في معظمه، كان غاب حتى عنه انيس الشعلالي مخطط الاحمال لحصوله على اجازه برضه اضافيه، هيكون موجود ان شاء الله في التدريبات خلال الساعات القادمه قادم نيران الكابتن محمد ابو العلا. التدريب كان بدني في معظمه، غاب عنه برضه احمد الشيخ وعماد متعب واحمد حمودي لاسباب خاصه، كلهم حصلوا على اذن من الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ بالغياب، والجهاز الفني وفقدهم هيكونوا منتظمين خلال الساعات القادمه. الجهاز الفني خلاص الكابتن شادي انهى الاتفاق على خوض مباراه وديه يوم السبت ان شاء الله في ملعب مختار الكرش في الجزيره لتجهيز اللاعبين والحفاظ على حساسيه المباريات، هتكون امام فريق اف سي مصر. طبعا كلنا عارفين الجهاز الفني بيختار انديه من القسم الثاني والثالث عشان تكون متدرجه ويقدر ان هو يجرب الخطط والحاجات اللي هو بيجهزها للفتره الجايه واستغلال فتره التوقف الدولي على افضل ما يكون. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان في تركيا بعد مباراه النجم الساحلي يا كابتن شادي، تمام، رجع النهارده على النادي وبدا مباشره اعماله بشكل طبيعي جدا، وقال انه الفريق ان شاء الله يستلم اللبس الجديد بتاعه في شهر يناير، الفريق الجديد بتاع الموسم اللي هو المفروض ان هو تم الاتفاق على الالوان بتاعت التدريبات والوان المعسكرات والتفاصيل المتعلقه باللبس الجديد الخاص بالنادي الاهلي كله. برضه كان ليه في تصريح النهارده للكابتن سيد عبد الحفيظ، قال انه ما فيش اي لعيب في النادي الاهلي في الفتره الحاليه جاله اي عرض رسمي وحسمها بشكل قاطع. قال ان النادي الاهلي دلوقتي بيشارك في بطوله مهمه جدا، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها عن اي عروض تخص اللاعبين او تخص حد ان هو مثلا يبقى مش حسام انا واقف، يعني انا اسف جدا على المقاطعه، مش عايز اكيد انا عارف الكلام والكواليس، بس خليني اقول لك على حاجه. في توقيت زي ما قال الكابتن سيد بالظبط، بس عشان اوضح صوره، في مسؤوليه وفي بطوله افريقيا وفي فانيله النادي الاهلي وجماهيره،
ما نقعدش نقول الجماهير، الجماهير مش حاجه اسمها عروض، في حاجه اسمها الاهلي وعنده بطوله افريقيا. ده رساله للجميع. اتفضل. بالظبط يا كابتن شادي، وانا عايز اقول لك حاجه، يمكن دي كانت قررت اربع خمس مرات بقت ملحوظه، ان انت قبل كل ماتش مهم للنادي الاهلي او حتى يمكن ساعات بتحصل مع المنتخب الوطني، بتلاقي مجموعه من الشائعات اللي بتخرج، خصوصا لما يكون لعيب مؤثر، تسمع انه صالح جمعه عايز يمشي او ان هو مش مبسوط، فجأة انه في ازمه ما بين حسام عاشور ورامي ربيع، حاجات كده بتخرج يا كابتن شادي، يعني مع كثره تكرارها بقت خلاص بقت بايخه وبقت ملحوظه ان الحاجات دي مش صحيحه، والغرض من وراها مستحيل يكون غرض سليم. لكن اعتقد جمهور النادي الاهلي واعي جدا، حتى الناس بتتكلم على صفحات الفيسبوك وتويتر بتبقى عندها وعي ان لا الحاجات دي مش مظبوطه ومش سليمه، خصوصا ان النادي الاهلي بيتعامل بشفافيه مطلقه مع العروض. احمد حجازي جاله عرض رسمي ومشي بشكل مشروع، نفس الكلام اتكرر مع محمود حسن تريزيجيه ومع رمضان صبحي وقبله مع اكثر من لعيبه، يعني حتى احمد ياسر، حتى عفوا احمد حمدي لما كان عنده فتره معايشه في الدوري الايطالي مع النادي الانجليزي راح وسافر ومفيش مشكله خالص، الموضوع فيه شفافيه تامه جدا. وزي ما انت قلت لازم يبقى المرحله دي هدفنا افريقيا وهدفنا كاس العالم للانديه ان شاء الله، نوفر اكبر قدر من التركيز، خصوصا ان لعيبه النادي الاهلي مش محتاج حاجه ثانيه، يعني انت احسن نادي في افريقيا، عندك فرصه ان انت تاخد بطولات وان انت توصل لكل حاجه ممكن تحلم بيها يعني. تمام. ايه كمان؟ برضه اللواء شيرين شمس كان حضر النهارده جزء من المران، بدا يفتح بعض الملفات اللي كانت يعني كانت متعلقه شويه بالامور الاداريه وال الخاصه بالنادي في فتره غيابه مع باسط الفريق لما كان في مباراه النجم الساحلي. برضه كابتن شادي عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي انه النادي ماشي بشكل كويس جدا في ملف استضافه بطوله افريقيا لليد، بطوله كاس السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه، ان شاء الله ان شاء الله بنسبه كبيره جدا هيكونوا تنظيمهم في النادي الاهلي في شهر ابريل القادم باذن الله. الملف بيكتمل وكل الموافقات ان شاء الله في الطريق ان هي تخلص، سواء الموافقات الامنيه او كل ما يتعلق بالامور الترتيبيه. كلنا شفنا بطوله افريقيا للسله اللي النادي الاهلي نظمها وكانت حاجه مشرفه جدا، حاجه محترمه، وكان مسك الختام ان النادي الاهلي طول فيها في وجود جمهوره بدون اي مشاكل خالص صاله الامير عبد الله الفيصل. فطبعا بطوله افريقيا ان شاء الله الملف شغالين عليه بشكل كويس جدا، اداره النادي اللي هو شيرين شمس مع اداره المباريات مع اداره الاعلام مع اداره النشاط الرياضي كابتن عاصم السعداني والكابتن اشرف الطار والكابتن محمد الشامي مع كابتن عاصم محمد، عاملين فريق عمل متميز جدا، يعني تحس ان البطوله تكون حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي وتحقق ارباح وتحقق عدد كبير جدا، اضافه الى انه فرق النادي كلها بتستعد للانتقالات الفتره الجايه، فرقه اليد بتكثف استعداداتها، عندها ماتشات مهمه في الدوري قبل ما تسافر لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري اللي هتقام في تونس ان شاء الله. الفريق هيسافر يوم 16، بيجهز من دلوقتي وان شاء الله تكون بطوله من نصيب النادي الاهلي باذن الله. حسام انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي انت قلتها لنا، ودايما بنبقى مبسوطين وانت موجود معانا، انت واحد من الناس المخلصه في عملك، بشكرك شكرا جزيلا. كلام كمان كتير جدا على عماد متعب النهارده، مش عارف ما جاش التدريبات. عماد متعب في اذن وبكره هيبقى موجود في التدريبات، في اذن من الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ، والكابتن عماد متعب بكره موجود في تدريبات النادي الاهلي. عايز اتكلم عن امور كمان تخص النادي الاهلي في البدايه، ولكن كلام مهم، دايما جماهير الاهلي بتهتم ببعض الامور كل ما يخص فرقتها. على سبيل المثال الكابتن سيد عبد الحفيظ كان في تركيا بيعمل ايه؟ التيشيرت الجديد هل هيتغير مش هيتغير؟ كل ده نعرفه من الاستاذ محمد رمضان المدير التنفيذي لشركه سبورتا. استاذ محمد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي واهلا بيك بكل جمهور الاهلي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبار تيشيرت الاهلي الجديد ايه؟ كويسه تمام. اتفضل. احنا عشان بس نوضح نقطه مهمه. ان التيشيرت الجديد هو ديزاين بيتعمل وبيتصمم، ووفد النادي الاهلي كابتن سيد والكابتن اللي هو شيرين شمس بيروح، هو ما بيختارش تيشيرت بس يا كابتن شادي، هو بيختار رينج كامل او كولكشن كامل للفرقه من لبس خروج معسكرات، وانت طبعا كنت كابتن النادي الاهلي تمام وتعلم جيدا اللي انا بقوله تمام. فالتيشيرت بيبقى عليها عامل كبير بس كل اللبس اللي بيلبسه النادي الاهلي ده موضوع كبير، لان انا بعمل اللبس ده بيحمل ماركه الاهلي. انا الشركه اللي بصنع الماركه للاهلي. التيشيرت الجديد طبعا فيه ديزاينات كتير بتبقى مطروحه الى ان بيتم الاستقرار من قبل النادي على الشكل اللي هو عايزه خلاص النهائي، وده بنتفق عليه وبنصنعه يعني. تمام. استاذ محمد انت كنت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في تركيا؟
قول لنا التيشيرت الجديد هيبقى اول مباراه بيه امتى؟ دايما انت عارف جماهير النادي الاهلي، انا عارف اللي انتوا عاملين حاجه محترمه، وطول الوقت لبس المعسكرات بيبقى لوحده ولبس التدريبات لوحده، كل ده احنا فاهمينه وجماهير الاهلي فاهماه، لكن انت عارف تيشيرت النادي الاهلي ذو طابع خاص ليه؟ جماهير الاهلي مرتبطه بتيشيرت ناديها او بفانيله ناديها، فبتبقى عايزه تعرف الشكل بتاعه او امتى اول مباراه النادي الاهلي ممكن يبتدي بيه، عشان انت عارف ان الناس بتروح تشتريه على طول. طبعا. بص يا كابتن شادي، هو انت عشان طبعا انت عارف طبقا للنادي الاهلي، طبعا النادي في الاخر هو مملوك للدوله او نادي عام يعني، فبقى في مناقصه بتعمل مناقصه وانت بتاخد المناقصه زي ما الحمد لله ربنا وفقنا وجددنا تاني. فانت خلص الاجراءات دي كانت خلصانه في شهر 8 او 9 مع بدايه الدوري. فان انت تسلم لبس مع في الدور الاول صعب. مستحيل، لان انت النهارده ماشي عكس العالم كله ما بيعمل. لان انا بصنع المفروض من شهر 12 عشان اسلمك لبس في 4 او في 5 تبدا بيه الموسم. نظرا طبعا للوضع فدي خلاص نقطه احنا بنعديها دايما في التجديد او في اول موسم بدانا فيه. فهو المفروض باذن الله ان شاء الله هيبقى في شهر يناير. تمام. كويس. التوقيت بقى انهي ماتش انهي قصه دي تبقى متروكه 100% لاداره النادي. تمام. يعني مش لينا احنا، احنا بنتفق على ميعاد، الميعاد ده بيتحدد على بناء على الماتش مع الكابتن طلعت الحفيظ، وبنقعد وبنشوف انسب ماتش اللي فعلا تظهر في التيشيرت هيكون ايه، فده اللي بنتفق عليه. وربنا يسهل ويبارك جدا ان شاء الله لو ربنا كرم النادي الاهلي يا رب وخد النجمه التاسعه في بطولات افريقيا. وارد بقى انت تشوف برضه النادي الاهلي في شكل مختلف جدا في كاس العالم للانديه. يا رب ان شاء الله. ده برضه عاملين حسابها، يعني حاجه من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها وبنشتغل عليها. فانت النهارده عندك الوضع متقسم على مراحل يا كابتن شادي. لو كاس العالم للانديه ربنا وفق ده قصه بشكل تاني بنيو لوك خالص، والميعاد الجديد ده بنتفق مع النادي الاهلي على الماتش اللي فعلا تظهر فيه التيشيرت الجديد يعني. استاذ محمد رمضان المدير التنفيذي لشركه سبورتا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا عارف ان تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت غالي جدا جدا عند الاهلاويه، كان مهم جدا نوضح الصوره في البدايه ليه. كابتن سيد عبد الحفيظ مسافر مع المدير التنفيذي للشركه والمسؤولين في الشركه في تركيا علشان يختار لبس الفريق للسيزون الجديد، والبدايه زي ما قال الاستاذ محمد رمضان هتبقى في يناير بالتيشيرت الجديد. طيب، من ضمن الحاجات اللي بنهتم بجماهيرنا، برنامجنا قلت لكم اليوم مره اسمه الكره والجماهير. منتخب مصر الاستاد ان شاء الله هيبقى كامل العدد. عارفين اللي فيه تذاكر وعارفين اللي فيه مشاكل وعارفين لازم نتجاوز ده خلاص، ما ينفعش نقعد نصدع الناس كل شويه، لكن ندور على حقوقهم، ندور على حقوقهم. امبارح كنت بقول لحضراتكم النادي الاهلي دايما بيسبق الجميع. يعني ايه بيسبق الجميع؟ يعني بيخطط. يعني بيشتغل لما يبقى عارف اللي فيه العالم بيشتغل بالسيستم، تلاقي الاهلي في البدايه يشتغل بالسيستم. اعداء النجاح يبتدي يوقع لك في الموضوع مره واثنين وثلاثه واربعه، لغايه لما نقع في المشكله زي مشكله المنتخب دي، تلاقيه ما بيتكلمش، مغمض، مش قادر يقول ان الاهلي هو اللي ابتدى، والاهلي خطوته كانت سليمه 100% وخطوه فيها نظام، وخايفين يقولوا ان احنا لازم نتعلم من النادي الاهلي، هي دي الحقيقه. فمن هنا أنا كبرنامج يمثل قناة النادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته وكل الأهلوية، يعني بناشد سيادة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، النادي الأهلي بيمثل مصر محتاجين جمهوره، وإحنا بنوعد حضرتك اللي جماهير النادي الأهلي على مدار السنة الأخيرة التزام انضباط الكل بيشيد بيهم. وكمان عايز أبعت رسالة لسيادة اللواء عادل راشد مساعد عادل رشاد مساعد وزير مختص بالامن، مختص بالامن، وهو شخصيه محترمه جدا ومتفهم، ودايما الراجل لما يبقى فيه اخطاء بيقول، لما يبقى فيه بعض المشاكل بيقول، بيحذر الجماهير، وده كلام محترم وموافقين على الكلام ده. محتاجين جمهورنا، محتاجين كل الاهلاويه 60,000، ولو الاستاد بيشيل اكتر من 60 عشان بنلعب باسم مصر. تخيلوا معايا لما المنتخب يوصل كاس عالم والنادي الاهلي يوصل كاس عالم وياخد بطوله افريقيا، نرجع تاني الناس تفرح والناس تبقى مبسوطه، لان ملايين بيعشقوا الاهلي وملايين بيعشقوا منتخبنا الوطني، وهي كده كره القدم، هي البسمه، هي الفرحه. هنتكلم في كل ده وحاجات تخص الجماهير، لان انا قلت لكم كل يوم هيبقى فيه توعيه، هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه مناجده. اللي انا عايز اتكلم فيه اللي النادي الاهلي بيفتح
10,000 كارنيه جداد. هنعرف التفاصيل بعد شويه من الاستاذ وليد مهدي، ولكن خلوني مره ثانيه سياده وزير الداخليه اللواء مجدي عبد الغفار، وكمان ومساعد قصه الامن اللواء عادل راشد، بناشدهم الموافقات من بدري، ان احنا بنحب ان عادل رشاد يعني بنحب نشتغل من بدري، هو الاهلي كده ما بنستناش اللحظات الاخيره. فنتمنى يبقى في تعاون، والتعاون دوت بيبقى في حوار وفي كلام والامور بتبقى منضبطه، فاتمنى الموافقه من بدري عشان انا كمان عارف اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيخاطب المسؤولين الكبار في الدوله والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، عشان الاهلي محتاج جمهور والاهلي بيلعب باسم مصر، فجزء كبير من نجاحات النادي الاهلي هي برضه جمهوره والعمود الفقري، وان شاء الله هعرض لحضراتكم صوره وهي دي اللي احنا عاوزينها عشان الكل لما يشوف الصوره دي اعتقد ان مفيش حد مش هيشيد بالكلام اللي هعرضه بعد شويه، اللي انا عرضته امبارح وهعرضه النهارده وهعرضه بكره وبعده بكره وكل يوم. معانا على الهاتف الاستاذ وليد مهدي. استاذ وليد، انا اولا قبل اي حاجه انا بشكرك شكرا جزيلا على نظام السيستم اللي موجود، وجا الوقت اللي انا بالامانه بحييك انت ومنظومه العمل اللي معاك على موضوع السيستم اللي موجود داخل النادي الاهلي، كمان اللي انا عرفت اللي انت عايزين نعرف تفاصيل ال 10,000 كارنيه الجداد اخبارهم ايه. اتفضل. انا والله بشكر حضرتك يا كابتن شادي، وبشكر كل الصف اللي موجود في فريق عمل برنامج الكره والجماهير، وبشكر قبل كل الناس النادي الاهلي العظيم اللي ادانا الفرصه ان احنا نقدر قيمه جمهور النادي الاهلي ونشتغل على ان احنا نعمل منظومه واليه محترمه تقدر توصل للمشجع الاهلاوي ان يكون امن وسالم ومطمئن. كل الكلام ده ما كانش هيحصل من غير اداره واعيه، اداره تنفيذيه واعيه على راسها اللي هو شيرين شمس المحترم المدير التنفيذي للنادي الاهلي. وكل اللي حضرتك بتتكلم فيه في الموافقات الامنيه الخاصه بالنجم الساحلي دي بيتولاها السيد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره شخصيا مع السيد وزير الداخليه اللي هو مجدي عبد الغفار، والسيد مساعد الوزير للامن اللي هو عادل رشاد، الشخصيه المحترمه الرياضيه اللي عاشق للرياضه، اللي ان شاء الله باذن الله نتمنى باذن الله قبل نهائي افريقيا يكون استاد برج العرب، وهو مجهود كبير بيبذله اللي هو محمود جديد مساعد اول وزير لمنطقه غرب اسكندريه، واللي هو مصطفى النمر مساعد الوزير ومدير امن اسكندريه، واللي هو شريف عبد الحميد. معلش بقول الاسماء ده يا كابتن شادي لان ما حدش بينجح لوحده، هي الناس دي التنسيق، في تنسيق طبعا طبعا، هي الناس دي اللي بتتعب، وهي الناس دي اللي بتاخد على 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 صدرها القرار علشان تقدر جمهور النادي الاهلي يكون موجود في الاستاد بالشكل اللي حضرتك قلت بقالنا سنه. ما حدش كان حاسس قوي ان احنا شغالين بالسيستم الاونلاين اللي هو ازاي تخش تحط تذكرتك تحجزها من الموبايل او تحجزها من الكمبيوتر او تحجزها من اي كلام من خلال سيستم محترم يستوعب اكثر من 7-8 مليون مشجع في ان هو يخش ياخد بيانات يسجل بياناته عشان ياخد تذكره. بدانا اعتبارا من دوري الابطال الافريقي من مباراه ليدا في استاد السلام حضرتك كنت موجود فيها، وبعد كده مرورا لمباراه زناكو ثم مباراه الوداد ثم مباراه القطن ثم مباراه الترجي اللي حضرتك اصدرنا فيها بعد استئذان الساده مجلس اداره النادي الاهلي في ان احنا نطلق الحصول على بطاقه جمهور النادي الاهلي اهلاوي وافتح. طيب انا عندي سؤالين مهمين بالنسبه لي عشان الجماهير، هو حضرتك فعلا اشتغلت على طرح 10,000 كارنيه جديد؟ ما انا بقول لحضرتك انا جاي لك في الكلام، احنا فضل. المباراه اللي فاتت اصدرنا 10,000 بطاقه، ال 10,000 بطاقه دي حضرتك اللي حصل عليها جمهور النادي الاهلي ودخل بها مباراه الترجي، من خلال حضرتك بقول له كل جمهور النادي الاهلي اللي حصل على ال 10,000 بطاقه اللي فاتوا تذكره حضرتك هتقبى ب 25 جنيه ومجلس اداره قرر تكون تخفيض 50% لحامل البطاقه. ده يبقى كده عندنا اول 10,000 بطاقه لهم 10,000 تذكره. حلو الكلام ده، تمام ماشي. النهارده طرحنا 10,000 بطاقه، تم فتح السيستم من خلال من ساعه واحده للحصول على كمان 10,000 بطاقه جديده لجمهور النادي الاهلي، والاولويه بالحجز والتسجيل والدفع. يبقى انا عندي كده حضرتك عندي 20,000 بطاقه الموحده، تمام؟ وديت زي ما حضرتك قلت قبل كده ثمن البطاقه 44 جنيه، كلهم رايحين للشركات المتخصصه، كلهم مفيش جنيه واحد داخل للنادي الاهلي. رفض مجلس اداره ان النادي الاهلي ياخد جنيه واحد
من ثمن البطاقة تيسيرا على الجمهور، وقال كمان ان ثمن التذكرة ما يعديش 50 جنيه بأي حال من الأحوال. فإذا كده حضرتك سبت من النادي الأهلي خلاص، يبقى احنا هنقول في 10,000 التذكرة للي حاملي 10,000 في مباراة الترجي ب 25 جنيه. ب 25 جنيه الحامل البطاقة. تمام، وال 10,000 ال 10,000 الجداد اللي هم اتفتحوا من ساعة تبقى بكام التذكرة؟ هتكون برضه ب 25. تمام تمام تمام. وحضرتك بالاضافه للبطاقه نفسها ثمنها 44 جنيه. حضرتك هتخش هتاخد البطاقه وتاخد معاها تحجز معاها تذكره المباراه. يا كابتن شادي بقول لك من خلالك هذا النظام قضى تماما على السوق السوداء، ما عادش حاجه اسمها سوق سوداء. قول لي ليه؟ لان حضرتك بتحجز اونلاين وبتدفع في فوري المنتشر 61,000 نقطه حوالين مصر. تمام؟ بتقول للراجل سلام عليكم يا حاج اللي في فوري والنبي انا بدفع 25. استاذ وليد بياخدهم من خلالك انت. بقول للجمهور الاهلي ما تدفعش ازيد من القيمه اللي محددها النادي الاهلي جنيه. ولو حد طلب منك جنيه زياده بلغنا احنا على الهوت لاين الخط الساخن بتاعنا وبلغ الشرطه، واحنا منسقين مع الداخليه في هذا الامر. مفيش جنيه. طب ما تسيب لي حاجه ما تسيب لي حاجه اقولها. انت هتقول كل حاجه، سيب لي حاجه اقولها. لا اتفضل. انا هعلق على كلام حضرتك اكيد، بس حاجه اخيره تقول لي ولا لا، لان انا شفت مسؤول في احد البرامج بيقول الكلام ده. هل النادي الاهلي في احد مباريات افريقيا اللي كان فيها جماهير فتح منافذ داخل او خارج النادي ولا لا؟ بص يا كابتن شادي، ما ينفعش تفتح منافذ بسبب. يا كابتن شادي افتح السيستم وانا معاك على الهواء دلوقتي، هتلاقي فيه 35 سوبر فوري في جميع محافظات الجمهوريه. اللي داخل النادي يا كابتن شادي، ولو تديني فرصه دقيقه اوضح لك ايه اللي داخل النادي. في حاجه اسمها اعضاء النادي المحترمين، هم الملاك الحقيقيين للنادي. فبتعمل جوه النادي الجزيره فوري الجزيره، وجوه الشيخ مدينه نصر فوري مدينه نصر، وفوري الشيخ زايد. وهو بيختار التذكره يا كابتن او البطاقه، بيختار مكان يستلمه مين، فبيستلم من داخل المقر ده. ما ينفعش يطلع يبقى في فوري بره الشارع وهو ده بيته الحقيقي جوه النادي. عرفت دي المنافس فين يا كابتن؟ منافس بقى تذاكر. تمام، استلام بطاقات. تمام. استاذ وليد مهدي انا بشكرك شكرا جزيلا، ولو في اي حاجه هنتواصل مع حضرتك عشان مهم جدا نصير كمان. بيقول جماهير جماهير، ما ينفعش ان انا اوقفهم طوابير واقول لهم الساعه 12 والكلام اللي بنشوفه ده. الاهلي اشتغل صح، الاهلي اشتغل صح، هو ده اللي انا عايز اقوله. هي دي كلمه الحق، كلمه الحق ان الاهلي سبق الجميع، سبق الجميع. وفي 10,000 تذكره زي ما حضراتكم سمعتوا، يبقى كده في 20,000، والتذكره هيبقى سعرها 25 جنيه. ده اللي قاله الاستاذ وليد مهدي، وبيخاطبوا عن طريق مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه اللي هو شيرين شمس. هنشوف الاجتماعات الكلام الحوار الامور بتمشي. طيب قبل ما اقفل ملف النادي الاهلي، عايز اقول حاجه على للجماهير، بس هاجلها انهي بيها الكلام عن النادي الاهلي. بس عايز اتكلم على الاصابات العضليه، حتى الامور اللي فيها علاج بيحصل فيها فاتي. هي ما اقدرش اقول غير كده، هي دي الحقيقه. لما بيبقى في اصابه، واسمعوا كلامي واسالوا اي دكتور، انا بكلمكم بخبره سنين شفنا قدام عينينا الكلام ده على مدار اكتر من 15 سنه. لما يبقى في اصابه فيها خلفيه، ضمه، سمانه، اماميه، الاربعه دول ما تقدرش تقول اللاعب عنده ايه. يعني ما تقدرش تقول مدتها قد ايه الاصابه، الخلفيه مدتها ما تقدرش تقول، ما تقدرش تحكم، لازم تهدى العضله خالص وبتعمل اشاعه. الاشاعه بتبين اذا كان ده شد ولا 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 مزق، والمزق قد ايه وهيقعد قد ايه، ده بيبان بعد الاشاعه. فما ينفعش والعضله لسه سخنه اللي انت تحدد اي حاجه. ما فيش دكتور يختلف على اللي انا بقوله، صدقوني وعارف بقول ايه كويس. فمن هنا بقى عبد الله السعيد اتصاب على طول، ما بنقدرش. ما هو ساعات بيبقى فيه حبر زياده في الالم، وساعات يبقى فيه لسان طويل. ما ده اللي احنا عايشين فيه. فالحبر الزياده عبد الله شغال، يا عبد الله سعيد يا جماعه مش هيلحق ده، خلاص الراجل داخل له في شهر. مش عارف ايه، حد تاني 3 اسابيع. احنا بنريح حضراتكم بنقول لكم عبد الله بيعمل الاشاعه، لان لازم العضله تهدى في الاربع عضلات اللي انا قلت لحضراتكم عليها، سمانه،
ضامه اماميه خلفيه، ما تقدرش تحدد في نفس اليوم، مستحيل، هيبقى تشخيص خاطئ. لازم بتهدى، ولما العضله تهدى بتعمل اشعاعات معينه للعضلات بتبين كل حاجه، فمن هنا بتعرف اصابتك فيها ايه، مدتها قد ايه، بتتعالج ازاي عن طريق الجهاز الطبي، بيدي تعليماته للمسؤولين بقى عن العلاج الطبيعي، الجلسات اللي هو محتاجها. دي الامور اللي احنا نعرفها ومتعرف عليها، اما الكلام الكتير احنا ما بنحبهوش. فمن هنا عبد الله السعيد وارد جدا ان شاء الله، ان شاء الله الاشاعه تبين ان هو يلحق المباراه، وارد جدا يا رب، لانه واحد من اللعيبه المؤثره جدا داخل الفريق. كمان عايز اتكلم بقى عن الجماهير وقفل ملف النادي الاهلي، لان مهم جدا اتكلم كل مره زي ما وعدت حضراتكم. اسمحوا لي هعرض تاني، جرب تدخل الاستاد اللي انا عرضتها امبارح، لان امبارح يعني كان الحلقه مضغوطه شويه، كان عندنا امور كتير جدا عايزين نتكلم فيها. اجي النهارده رايقين شويه وهنتكلم واوري لحضراتكم جمهور النادي الاهلي في المدرج بيساند ازاي، بيدعم بكل قوه، بيشجع فرقته ووحشه الاستاد. وهرجع اقول زي ما قلت امبارح، هو هيبقى كلام متكرر، لكن ده الكلام اللي المفروض يتقال النهارده، يتقال النهارده وبكره لغايه يوم الماتش. نروح نشوف جماهير الاهلي في المدرج بتفرق ازاي، وبصوا التشجيع عامل ازاي يا جماعه. اتفضل. ايه راي حضراتكم في الصوره؟ حد يعترض على ده؟ لما اكيد الجماهير بتشوف نفسها بالشكل ده بتبقى اسعد ناس في الدنيا، والمسؤولين كذلك داخل وخارج النادي الاهلي. دي الصوره اللي احنا عاوزينها، لازم الكل يحفظ دي. انت مكانك المدرج، واحنا معاكوا كبرنامج، مكانك المدرج، مكانك تشجع، مكانك تقول لي ده. الكل يحفظ ده ويحفظ ثالثه شمال، وتقوم فرقتك من اول دقيقه لاخر دقيقه. لا مكان للسيلفي، لا مكان اللي بيشيد في مدرج. الاهلي محتاجك. سمعتوا الكلام المهم اللي قاله الكابتن احمد ايوب؟ انا امبارح كنا فقره 100 سنه اهلي بنكرم النجوم اللي لعبوا في النادي وما رضيناش نتكلم معاه فنيات خالص. لكن الراجل قال جمله، احنا تعرضنا لضغوط قويه جدا في تونس، ما عارفين جماهيرنا تقف جنبنا هنا. الراجل ده معناها الراجل بيتكلم باسم الجهاز، اللي هو محتاجك، محتاجك تروح وتساند وتقف جنب فرقتك. فمن هنا لازم اقول كلمه حق، وده اللي احنا اتعلمناه. ما ليش الناس رايحه، والاهلي احيانا فرقه كره القدم، في كل فرقه ممكن يحصل لك هبوط في المستوى 3 4 دقائق، الفرقه تقومك، الجماهير تقومك،
الجماهير تشجع، الجماهير تقاتل. انا بكلمكم بحكم الماتشات الاخيره، رحت بعدها فكنت عايز المنظر ده بس ما كانش موجود بالصوره دي. صدقوني انا امين معاكم، فلا كل واحد هيبقى معاه تذكره المباراه عليك، اللي انت من اول دقيقه لاخر دقيقه الاهلي محتاجك. شجع التشجيع ده، ما فيش واحد على وجه الارض يقدر يقول الا غير ايه الجدعانه وايه جمهور الاهلي العظيم ده وايه الشكل الاكثر من رائع وازاي وقفوا جنب فرقتهم. هتلاقوا الناس بتقول ده وهتنسى الماتش اساسا، هتنسى الانتصار ان شاء الله، هتنسى كل ده وهتقول انتوا. فانت عليك مسؤوليه. قال لك اتفتش، ايه المانع في الصف من غير اي اهانه؟ وهو ده اللي احنا بنوجهه، ده امنك، اكيد خايف عليك، اكيد بيحترمك، وانت اللي عليك اللي تحدد العلاقه. انا كشخص لما هعمل حاجه خارج النص هيتعامل معايا بعنف، لكن مستحيل حد هيتعامل معايا بعنف وانا عملت حاجه غلط. هيتعامل عملت يعني انا مؤدب وبتعامل باحترام، اديني حقوقي وخد حقك. ده الكلام اللي احنا بندور عليه في اي دوله بيحصل الكلام ده. فما ينفعش اللي انت يحصل خطا من الشخص المسؤول تجاوز، ولا انت كمان المفروض يحصل منك تجاوز، لان انت داخل تتمتع بمباراه. وده اللي احنا لازم نتكلم فيه ونوعي الناس في ده، ولازم نعامل الناس كويس. تتفتش؟ اه طبعا تمام. ولما تفتش هي الجماهير، لما تشوف المنظر محدش يعرف يعمل غير ده غير جماهير الاهلي. انتوا شفتوا اي حد يشوف المنظر يتخض في العالم؟ ايه الجماهير نزلت التدريب ده؟ شفتوا النظام وقفوا ازاي وفي ثلاث ثواني؟ ايه النظام ده؟ ايه الجمهور العبقري ده؟ فمن هنا المسؤولية اللي انا ثلاث حاجات محتاجينهم من اول دقيقة لاخر دقيقة، اسيب تليفوني ده خالص، اركز مع فرقتي، اشجع لما الفرقة تقع فنيا اقومها كجماهير، اساند اللعيبة اللي بتتعرض لهجوم. لو انا بنادي كابتن الفرقة الاول وفي نظام، اخترق النظام المرة دي، انادي اللعيب اللي هو حاسس اللي هو مضغوط عشان حاجة واحدة، عشان هو لابس فانيلة النادي الاهلي وهو مني وريحتي ولوني واخلاقي وطباعي. هو ده المفروض اللي احنا نعمله. فادي انا قلت لحضراتكم يوم التدريبه اللي اتفتح فيها التتش، ادي النظام. هو في اي امن؟ انا دايما الصوره تتكلم. اهي يا جماعه الناس واقفه في نظام، معمول لك ممر، اتفضل بتتفتش. ده اللي احنا كنا بنروح على طرف على حساب طرف، كنا بنكبر طرف على حساب طرف. يا اما تدي الجماهير حقها على حساب الطرف اللي المفروض يبقى فيه الاصول، يا اما العكس. لكن لو نوعي ونقول عليك اللي انت تحترم المؤسسه اللي هي منوط بيها الامن، وعلى الجماهير اللي هي تلتزم، وان انت كمان تعامل الجماهير كويس، اهو في حاجه بيبص ده في دي الصوره دي تقول على حاجه عيب حرام؟ ده كلام محترم. دخلت الجماهير بدون شايفين اي امن داخل الاهلي؟ مفيش. الامن كان موجود، فتش الناس، دخلوا في امان، خرجوا في سلام، وهي دي العلاقه اللي عاوزينها وكلنا المفروض نشيد بيها طول الوقت. فجماهير الاهلي تساند اللعيبه اللي المفروض اللي عليها ضغوط وممكن تكون التوفيق بعيد عنها شويه، لكن انت اللي ترجعها لما تديله الثقه في نفسه، منهم وليد ازارو انا بقول اهو بالاسم، وغيره وغيره من اللعيبه، واروح واشجع، اسيب بقى الصور ولا مفيش حاجه، والنجوم اللي تروح، اي نجم هيبقى معاه تذكره وقدر اللي هو يجيب ثلاث اربع تذاكر، اوكي ماشي اوكي، تروح تشجع برضه، ما تروحش متفرج، لان كلنا اهلي. وانا عارف الضغوط اللي حصلت في تونس، ومش دوري اللي انا سخن الدنيا، لان دول اشقائنا واخواتنا، وفي الاول وفي الاخر دي رياضه، في فايز وفي مهزوم. لكن دوري اللي انا واعي جماهيري، واللي انت تروح. فمره ثانيه بجدد النداء لسياده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه، نثق في حضرتك، والاهلي بيلعب باسم مصر محتاج جمهوره. اللواء عادل رشاد المسؤول الامني على المباراه، انا اعلم ان حضرتك بتبذل مجهود كبير جدا جدا، بحيي حضرتك على الهوا. والمنصب حضرتك مهم جدا، مساعد وزير الداخليه للامن، فاللواء عادل رشاد
واتمنى ان حضرتك تبقى متفاهم كلامنا، والحوار دايما تلاقي الحوار المحترم الحوار الجميل دايما تلاقي الحصاد بتاعه معامله من الجماهير كويسه، يروح يشجع ويخرج في سلام ويدخل في سلام، وده اللي احنا بنقوله. عايز اروح كمان على منتخبنا الوطني، مهم جدا جدا التركيز، نقفل على نفسنا، بتمثله كل لعيب متحمل مسؤولية شعب 104 مليون دلوقتي بسم الله ما شاء الله. فعندكم حلم ملايين، الكورة بتفرحهم. أنا شفت بشكل جميل، شفت شكل جميل في كأس الأمم الأخيرة، كنت بحلل في الراديو بعض المباريات، وقد إيه الشعب المصري كان فيه كلام في السياسة صعب. تلاقي النهارده واحد بيقول يمين وبكره شمال، ما هي السياسه كده. فاللي بيقبل يدخل السياسه هو مش منافق بالمناسبه، عشان اكلمكم بمنتهى الصراحه. النهارده يمين بكره شمال، بعده تحت بعده فوق. فالافضل لينا كرياضيين نبعد عن ده خالص. ليه؟ لان انت هتبقى مشتت طول الوقت. في الوقت ده بقى الرياضه عملت ايه او منتخبنا عمل ايه؟ الناس كلها ليبرالي علماني مش عارف هندي صيني، عملوا ايه؟ الكل كان بياخد اسرته ويمسك علم مصر وينزل، عباس العقاد، ميدان التحرير، مكرم عبيد، في بنها، في المنصوره، في اسوان، في قنا، في اسكندريه، شواطئ اسكندريه كلها بالكامل. والشعب في عز ازمه اقتصاديه نزل فرح، فرح من قلبه حوالين ايه؟ علم مصر. فده مهم جدا يا جماعه، مهم جدا 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 الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. فمن هنا كلنا اللعيبه لازم الحافز بتاعها، وانا اثق في الجهاز المعاون اللي يتكلم مع لعيبته في نقطه مهمه، وانا عارف اللي هم بيعملوا كده، سواء كابتن احمد ناجي، كابتن محمود فايز، الاستاذ ايهاب لهيطه المشرف على المنتخب، كل الجهاز، مش عايز انسى حد. الحافز الحقيقي في المباراه دي زي ما اتعلمنا من كل مدربينا العظام، الجماهير اللي بتبقى قاعده في المدرج. قول لهم فرحوا شعبكم، محتاجين نروح كاس عالم، محتاجين اللي احنا الكوره بتفرح الناس، وده يبقى الحافز كل يوم، وتعمل لهم شرايط للي موجود واللي كان موجود قبل وبعد. هو ده مهم جدا جدا. اكيد كذا تذاكر طول ما في منافس ضيقه صغيره زحام، طول ما في جشع وسوق سودة، واللي بجنيه تلاقيه بعشرة. ففي ناس بتقبل على نفسها الحرام، وفي ناس بتاخد حق الغير، وفي ناس هي صفاتها كده وطباعها كده، صدقوني. فهي ده الحل بالاهلي عمله السيستم، تبقى عارف دفعت كارنيك، اخدت التذكرة معادك، روح اخدها، سلام عليكم. في برضو اهل الشر موجودين في دي كمان، صدقوني، وحاولوا يعملوا كده، وصلوا تذكره الاهلي ل 75 و80 جنيه، لكن الاهلي كان بيتعامل مع وزاره الداخليه، وده الكلام المحترم، عشان دايما زي ما في اي حته في العالم في شخص سوي، شخص محترم، شخص نقي، في اصحاب سبوبه وبيعشقوا التذاكر ويخزنوها ويبيعوها، والناس عارفه هم مين. نطلع فاصل سريع ونروح نشوف رد الجميل ونرجع لحضراتكم، عشان عندي موضوع اخير قبل ما استقبل الاستاذ خالد العشر. بشكركم لانكم استضفتوني معاكم لقناه الاهلي، ودي طبعا قناه عزيزه عليا، لان النادي ذات نفسه عزيز عليا جدا. واحكي لك يعني باختصار شديد كده تاريخ البطوله بتاعتي. انا كنت من صغري ان انا كنت بحب اتنطط والعب وسريع وبتاع وحاجات كده، فكنت في مدرسه الظاهر الاعداديه اللي هي جنب اللي في غمره، واخد بال حضرتك؟ فكان في مدرس اسمه الاستاذ عبد الرازق، فشايفني ان انا عمال اجري والعب مش عارف ايه وبتاع، كنت بلعب كوره في المدرسه، واخد بالك؟ فقال لك ايه؟ قال لك طب انت يا مجدي تعالى علشان نخش في فرقه الكوره ونلعب ايه؟ دوري المدارس. قلت له ماشي يا استاذ عبد الرازق. قعد
الواد لقاني برضه بجري ومش عارف ايه وبتقلق، قال طب ما انت سريع يا مجدي وبتاع، طب ما تيجي تخش في العاب القوة. قلت له ماشي. قال لي هدخلك في 100 متر وتتابع وحاجات زي كده. دخلنا في البطولات المدرسة، واخد بالك، 100 متر كسبت وثب طويل، رحت كسبان. قال لي لا دي انت خلاص، بعد بطولة المدارس عملوا بطولة المناطق، رحت لعبت بطولة المناطق. كل ده في شبرا، واخد بالك، لان هي تبع شبرا كانت. خلصت كسبت بطولة المناطق، قال لي خلاص يبقى في بطولة الجمهورية. دخلت بطولة الجمهورية، انا لعبة غريبة علي ان انا اولا كسبت 100 متر وكسبت وثب طويل وكسبت التتابع وكسبت الوثب الثلاثي. فجينا في بطولة الجمهورية عملوها في مركز شباب الجزيرة، رحت عادي خالص سخنت ولعبت وبتاع. فجيت لعبت الوثب الثلاثي، حطمت الرقم 3 مرات، والرقم بتاع الثلاثي بتاع المدارس الإعدادية لغاية دلوقتي باسم مجدي مخيل. كسبت بطولة الناشئين، واخد بالك. فعملوا في ترشيحات ان احنا نسافر بره، فكانت سفرية، كنت سافرت طبعا سفرية كانت اليونان ورحت كسبت فيها برضه وجيت، وبعدين في سفرية كانت بتاعت اليونان وتركيا ولبنان عشان هنلعب في في في, في اليونان بطولة، وبعدين نروح تركيا نلعب في بورصة بطولة، وبعدين نروح لبنان وبعدين نرجع تاني. المهم فكلنا اختارونا، من ضمننا انا وكان اشرف عمر بكير اللي هو كان في رئاسة الجمهورية، وعلاء علي غيتا دلوقتي من اكبر الدكاتره في 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 العلاج الطبيعي، واخد بال حضرتك، وكان عبد الفتاح شاهين ده رجل اعمال في المانيا دلوقتي كان بيلعب وثب عالي، ومصطفى عبد الحافظ، واخد بال حضرتك. فكانت شله كانت معانا يعني كبيره قوي. انا كنت في المنتخب، من ضمن الحاجات كانوا اللي يخش المنتخب يجيب 7 متر، واخد بالك، اللي يخرج من المنتخب يجيب 6.99. جم مره بيعملوا تجارب، واخد بال حضرتك، فرحت جايب 6.99، خرجوني من المنتخب. كويس، عملوا تجارب تانية بعديها باسبوع وحاجات زي كده، رحت جايب 7.1، دخلت المنتخب. المنتخب ده ايه الميزه بتاعته؟ كان بيديك وجبه ب 35 قرش، كنا بناكلها في هناك عند في النادي الاهلي. فكان في ناس مش موجودين في المنتخب، فكنت بعمل ايه؟ اقوم انا جايب الوجبه دي واقوم جايب واحد صاحبي مثلا مش في المنتخب ونقعد. وكان في واحد شيف هناك مش فاكر اسمه، والله انا كنت فاكر اسمه بس نسيته، كنت بقول له اعمل لي الوجبه دي على حاجتين، على 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 طبقين. فكان يحط لنا حته بوفتيك هنا ومكرونه، وحته بوفتيك هنا ومكرونه، واخد بالك، والسلطه على وجبتين، 35 قرش. اسعد لحظات ساعه ما كنت يعني ما يعني عارف ساعتها ما كنت بكسب. من ضمن الحاجات برضو كان في بطولة ناشئين 100 متر كان معايا فيها فؤاد علي صبري ابن السيد علي صبري رئيس الوزراء الأسبق اللي هو أيام جمال عبد الناصر، ففؤاد كان صاحبي قوي، فكنا بنلعب. فالجرايد جابت تاني يوم الصورة أنا وفؤاد علي، وبعدين فؤاد علي صبري واللي بعد منه، فكتبوا مين؟ فؤاد علي صبري الأول ومجدي مخيل ايه الاول مكرر. انا كنت داخل بصدري، فهو عارف الموضوع ده فؤاد. فبعد كده جاي بيقول لي يا مجدي بصراحه انت مسابقني لحته. بشكر كل اللي شغالين في قناه الاهلي، وربنا يوفقكم، ولو عايزين مننا اكتر من كده احنا مستعدين نضحي باي حاجه علشان خاطر الاهلي وقناه النادي الاهلي والناس المحترمه اللي في النادي الاهلي دي.
ارحب بحضراتكم من جديد. عندي موضوعين سريعا جدا عشان استقبل الاستاذ خالد العشري، منهم موضوع مهم جدا يخص مركز التسويه ومركز فض المنازعات اللي كان في اجتماع النهارده بشان قرار اللجنه واللائحه الاسترشاديه ولا لائحه النادي الاهلي، كل ده هتكلم فيه، لكن حاجه للتوضيح سريعا. المطلوب في البرنامج لما نقول حاجه لما تخص اشخاص بنقول لحضراتكم، مش مطلوب مننا في كل حلقه لما نتكلم في موضوع بنتكلم على استوديو تحليلي او بنتكلم على حد اللي هو مثلا بيقول لنا او حاطط شريط ده ملعب سوسه مش ملعب رادس، المقصود بيها المفروض اللي انت محايد ايه علاقتها باي نجمه او اي حاجه. دي واحد. اتنين، استغرب ان البعض بيدخل المواضيع والكلام مع صديق عمري واللي انا بعتز بيه وائل جمعه، في ما بيننا صداقه، في ما بيننا احترام، في ما بيننا دخلوا المواضيع في بعض. فانا بقول وائل امبارح غير مقصود بالمرمى بالمره في اي جمله مفيده اساسا، ولما الكابتن وائل يبقى فيه اي حاجه الطبيعي بحكم الصداقه، انا المفروض الكلام ده ما اقولوش على هوا، لكن بقول هنتكلم مع بعض في التليفون واتفهم وجهه النظر، لو حاجه انا مش مقتنع بيها هطلع اناقش اقول على هوا زي ما بنناقش كل حاجه، لان ده عمل عام لازم تجنب المهنيه الصداقة. يعني في ناس زعلانة مننا عشرة عمر وسنين طويلة مع بعض، لكن عند الشغل أنا آسف ده شغلي وفي مهنية وما أقدرش أكذب على الناس في حاجة لأنها هتلام، واليوتيوب ما بيرحمش زي ما إيه البعض عمل فيديوهات كده ولا تقربوا الصلاة، ولكن هو ده الخط بتاعنا وده الطريق اللي احنا بنمشي فيه. فالكابتن وائل جمعة صديق عزيز، مفيش أي حوار مس الكابتن وائل جمعه، ده وجهه نظري، حبيت بس اوضح، اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يعيد يعيد. دي عشره سنين وعشره بطولات وقعدنا مع بعض اكتر ما قعدنا في بيوتنا، فده كان مهم اوضح الصوره. اشتغلوا في العبث، اشتغلوا الاجتماعات اللي بتحصل في احد الكافيهات وعارف الصفحات المضروبه، وده دوري اللي انا اقول لحضراتكم سهل جدا اوريكم بيتعامل معانا ايه قبل الهوا قبل كل حلقه. قبل كل حلقه. لكن خلاص قابلين ما دام بنشتغل في العمل العام لازم يحصل ده مش مشكله، بس لما يبقى حد يدعي اللي هو اهلاوي بتزعل شويتين قبل كل حلقه بالمناسبه. ف سريعا انا مش هقول لكم اقفوا جنب البرنامج ولا اقفوا جنب حد، ما فيش حد يقف جنب باطل، اقف جنب الحق فقط. ومش معنى كل موضوع بناقش حضراتكم فيه اللي انت تصدقني، انت بلور الكلام جوه دماغك واطلع بمنتج الكلام اللي الراجل ده بيقوله صح ولا غلط. لكن دوري اقول لكم مره حاجه عن نفسي، ولا بنحط نفسنا في فقره 100 سنه اهلي ولا بنقعد نعرض، هي صدفه ان البطولات افريقيا العبد الله كان كابتن النادي فبتترفع، ولا بنعمل حاجات لنفسنا ولا بنقبل مداخلات حد يقعد يشكر فينا، لان بشوف اللي ده مش مهنيه اساسا خالص. يدخل اهلاوي يعبر، مش المفروض اللي يدخل يقول لي انت اعظم واحد في العالم، انا مش مدرستي وكنت بكره المدرسه دي من واحنا بنلعب. هدخل في الموضوع معاكم اكتر، واول مره اكلمكم حاجه لشخصي واول مره اقولها لكل الاهلاويه. في ناس مسؤولين عن سوشيال ميديا كتير وصفحات، وصدقوني وانا صادق معاكم مش بقول لك اقف جنب باطل، انا بقول لك اقف جنب حق. والراجل دوت ده بيعمل كده بيستفيد وموجود في القناه ومش عارف ايه، طب ما تراجع عقلك، هو مين اللي فرحك مع جيل كبير؟ هو مين اللي متبني قضية الجماهير؟ وده واجب عليا لأن انتوا أهم مننا كلعيبة. وكمان اشتغل اشتغل، منهم فيهم بيتصلوا بينا يقولوا لنا الكلام ده، لكن مش المفروض كل حاجة نقولها لحضراتكم، في حاجات ينفع وفي حاجات ما ينفعش. فده من ضمن الحاجات اللي ما تنفعش، بس أنا خدت قرار أقوله النهاردة. الكلام ده بقاله شهر ونص. ومجموعة كده قعدوا، طب ايه الحل مع الراجل ده؟ ده كده هيبوظ الدنيا ويعمل الناس هتبتدي تصدق حاجات وتقال لنا كده. فانت خلاص اطلع كل ما يعمل حاجه الراجل ده بيشتم في النجوم، بيشتم في الرموز، ده مش عارف ايه، بيعمل ايه للمجلس ده،
ده مش عارف بيقول قرار ايه، ده عمال يساعد، لا ده ما بيتكلمش على الجماهير خالص، لا ده ما عندوش قضيه الجماهير، ده بيكذب علينا بيضحك علينا، ويبتدي يلعب بعقول الشباب على السوشيال ميديا. متشافه؟ اه السوشيال ميديا متشافه، لكن لو انا اتاثر بيها كبني ادم يبقى مش هقدر اطلع لحضراتكم على الشاشه. فاللي عايز يصدق ان الموضوع كله يحكمه الضمير يصدق. لكن كان واجبي اقول لكم اللي بيحصل معانا في السوشيال ميديا. شوفوا كم خبر واحد ياخده ما اتقالش حاجه، هاتولي فيديو واحد اتقال على اي حد جمله غير منطقيه وغير طبيعيه، يجي طب تقول له يا ابني طب انت شفتنا مثلا كبرنامج بنهاجم مين؟ فيقول لك لا ده الصفحه الفلانيه كاتبه، طب قول لهم هاتوا الفيديو اللي احنا عملنا الكلام ده، يقول لك لا ما فيش بس ده كلام متداول. الله الله، ايه شغل العبث ده؟ فنفس الموضوع ده اللي حصل مع وائل جمعه. ومش هخفي على حضراتكم فريق العمل بالكامل على صفحه البرنامج الكره والجماهير، المسؤولين الادمن اللي موجودين بسبب غضب الكابتن وائل اللي انا ما كنتش اعلم عنه حاجه كلهم بالكامل مشيته. بالكامل مفيش واحد، لان ده صديق عمري. فاشتغلوا في العبث، اضحكوا بعقول الشباب، لكن عمر ما حد جرح في اي حاجه. قولوا اي حاجه، والله ما هنزعل عشان ده عمل عام، لكن عمركم ما حد هيقدر يعبث بالبطولات والتاريخ والجمله اللي انا اتشرف في يوم من الايام مانويل جوزيه علمها لي وقال لي هتبقى فخور بيها. هو والجيل المحترم اللي كان معانا. رصيدك في البنك مش الفلوس، الفلوس ده الرجاله اللي بتجيبها وتصرفها بشرف وتدخل بالحلال. والفلوس هي اللي بتروح وتجيبها تاني وتروح وتجيبها تاني. لكن رصيدك في البنك الحقيقي البطولات اللي محدش هيعرف يعبث فيها أبدا، وجملة الكابتن التاريخي للنادي الأهلي وزمايلنا وإدارتنا اللي كانت موجودة وجمهورنا اللي قبل أي حد، ده كان جملة حاجة لأول مرة في تاريخ البرنامج ده أتكلم عن نفسي في حاجة. أنا دايما بحكي لحضراتكم مواقف وبحكي حاجات كتير جدا، لكن اشتغلوا عبث براحتكم، لكن أنا عايز 10 محترمين يصدقوني، والعشرة بكرة يبقوا 20، والعشرين بكرة يبقوا 30، والتلاتين يبقوا ملايين من الأهلوية، وهم دول اللي أنا بخاطبهم. لكن تقعد تضحك على الناس على السوشيال ميديا وتعمل صفحات مضروبة، في صفحة أهلوية ادخلوا شوفوا يا جماعة، وأنا مش هتكلم. كلمني عن 4 حاجات كان إهانات لعماد متعب اللي في نفس الوقت بيدافعوا عن عماد متعب، وكلنا شفنا الكلام ده. إهانات لحسام غالي، إهانات صدقوني وأنا صادق معاكم، ويرجع يكلمك اللي إزاي حسام غالي يمشي ومش عارف إيه، يشغلوا الأوانطة عشان اللايك والشير، ويجي له كام إعلان على كام سبوبة من هنا، طب خش اضرب في ده اضرب، ده كلام موجود لازم تفهمه ده. خش اضرب في حسام البدري، ده صالح جمعة ما بيلعبش، ده مش عارف أجاي مقعده ليه والصفقة طب كلوبالي اللي هو شتمتوه ده هرب، ده ما بيلعبش ليه؟ مش ده كان بيحصل ولا أنا بجيب من عندي؟ فروح عايزين تصدقوا ده صدقوه وامشوا وراه. لكن اللي لعب بفانيلتك واللي اخلص لناديك ايا كان مين اسمه اوعى تنساه، لكن الرجال مواقف ثابته. نفسي اشوف الناس دي بتتكلم على المحبوسين. عرضنا ملفات امن الدوله هنا من غير ما نخاف ثانيه عشان خاطر ده جمهورنا اللي عمل اسامينا. لولا الاهلي وجمهوره كلنا بدون استثناء اقسم بالله قيمتنا في المجتمع كنت تكتب جنب اسم الواحد شادي محمد عادي، بني ادم عادي. تكتب جنب السوبر ستار النجم النجوم اي اسم، بني ادم عادي في المجتمع زيه زي اي حد. لكن اللي كبرنا ورفع اسامينا الاهلي وجمهوره، فيصعب عليك نفسك من واحد يحط لك صوره نجم من النجوم ويروح داخل لك ولا يبعت لك ولا يهددك ولا يقول لك يجي يقول لك ايه مش عارف انت بتشتم وبتهاجم الناس. بنشتم ايه يا جماعه؟ كلمتونا عن ثوابت الكبار، في بعض الكبار بيكلمونا عن ثوابت وبنشوف بجد بيشتموا رموزنا بجد، ومحدش بيتكلم وبتعمل اعمى. ده دي حقيقه بتحصل، ما بنعملش ده. هاتوا بقى اللي احنا بنقوله اي حاجه حصلت فده مش هتلاقوه موجود. انا اسف جدا البرامج بتتعمل عشان نتكلم في كل حاجه عن النادي الاهلي، احنا بنعمل ده، لكن كان مهم اوضح الصوره اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل بره، عشان فكره اللي هتطلع تقول اللي احنا عاوزينه انت راجل تمام واهلاوي اصيل مش هتقول، هنفضل واقفين ضاغطين عليك بالكرباج. الكلام ده تروح تعمله
ما حد شخصيته ضعيفة، ما تحملش مسؤولية في يوم من الأيام داخل النادي الأهلي، ما كانش كابتن للنادي الأهلي، ما كانش بيحترم جمهوره، ما كانش بيحترم فانيلة ناديه، حتى لما مشي من ناديه احترمها، حتى دي كدبوها وأولوها غلط. هو المطلوب تمشي، الحياة تقف ما تستمرش، ولا الحياة تستمر؟ وبقالنا 5 سنين ولا 4 سنين في قناة النادي الأهلي، لو احنا سمعتنا وأخلاقنا وبطولاتنا وإنجازاتنا ما كناش هنطلع في توك شو رئيسي داخل قناة النادي الأهلي نواجه جماهيرنا. اللي نقوله صدقوه مش هنكذب، اللي بنقوله صدقوه مش هنكذب، اللي بنقوله صدقوه مش هنكذب. والمبادئ الحقيقية بنذاكرها كل يوم أكتر من التاني عشان نقولها لحضراتكم. قعدنا النهاردة مشينا بكرة مش هنقول غير الحق، نتضغط، اتبعت رسائل، تعملوا صفحات، تغلطوا في نجومكم، تقللوا منهم، تضعفوهم، دي شغلتكم، وربنا يبقى معاكم وربنا يوفقكم. خلينا نتكلم في مصلحة النادي الأهلي فين. مركز التسوية وفض المنازعات أخذ قرار مهم جدا من منذ دقائق، هتلاقوا البرنامج الوحيد اللي شغال دلوقتي بيقول لكم الكلام ده. ايه القرار اللي اتاخد؟ احنا عارفين في لجنه التسويه وفض المنازعات كان في لجنه عشان تدرس القصه اللي حضراتكم شفتوها وكلنا زهقنا منها وكلنا خلاص. لما نتكلم على النوايا الصادقه فالاهلي عنده حق باللوائح والقوانين، وفي جمله قالها المستشار خالد زين هنا انا هقف عندها لان انا ما بحبش اتكلم في سمعه ناس. من 25 سنه نادي الزمالك، من 25 سنة عمل جمعيته العمومية على 3 أيام. من 25 جاي 2017 تكلمني عن دور الجمعيات العمومية وتعظيم دور الجمعيات العمومية وتقفل عليهم الحنفية وتموتهم وتكتم حريتهم ولا ديمقراطية ولا حرية وكل ده كلام ولا تسمعوه من الآخر. ومنه لله اللي مقويكم، ومنه لله اللي مقويكم. هو مين بقى احنا نقعد ندور ليل ونهار؟ ده شغلة الاعلام. هو مين زي الايه اللي العتريس اللي بيظهر لنا ده في وقت الشدة ويقول لي انا اهلاوي؟ اسمعوا بقى اللي حصل من شوية. تحويل ملف النادي الاهلي، القرار اللجنة دي تحويل النزاع ده ما بين الاهلي واللجنة الاولمبية للشق الموضوعي. طيب ايه هو الشق الموضوعي؟ هيبقى فيه مسؤول، في محكم قانوني الاهلي هيختاره، وفي محكم اللجنه الاولمبيه هتختاره، وبعدين هيبقى في كلمه الفصل عشان الكل واحد ياخد حقه. انا بالنسبه لي مش هقف عند الكلام ده كتير، هقف عند جمله واحده، مش هيحصل الكلام ده الا غير لما يبقى 100% 100% اللي مفيش حاجه قانونيه تتاخد على النادي الاهلي. طبعا فقره الاهلي اللي هي لحضراتكم المحببه اللي هي بتهاجم النادي انتوا عارفينها هيتقال فيها كلام غير ده. اطلع فاصل ونستضيف الاستاذ الناقد الكبير الاستاذ خالد الحاج. Yeah.
برحب بحضراتكم من جديد، ونروح دلوقتي لفقرتنا الاولى هنناقش فيها بعض القضايا المثاره على الساحه الرياضيه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد العاشر. استاذ خالد صديقي العزيز اللي بيشرفني وينورني على طول دايما لما بنتكلم في قضايا مهمه. اهلا بيك كابتن شادي، واهلا بجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله يعني نعمل حلقه ترضي جمهور النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. استاذ خالد هدخل سخن في البدايه من القرار اللي لسه خرج علينا دلوقتي من لجنه التسويه وفض المنازعات، بان اتحولت للشق الموضوعي، بيبقى في مستشار من النادي الاهلي ومستشار النادي الاهلي يحدده، ومستشار من اللجنه الاولمبيه ان هو بيختصم هنا اللجنه الاولمبيه، وكمان في مستشار ثالث للترجيح بقى من للقرار يطلع. ايه رايك في القرار اللي صدر ده منذ قليل؟ طيب، هو الامر اتعرض طبعا على اللجنه في الاول، اللجنه شافت الورق. اعتقد لو انه كان اللجنه الاولمبيه من بدري ووزاره الشباب والرياضه عندهم يقين عالي قوي على الورق زي ما كان عندهم يقين بالنطق، يعني لما كانوا بيقرروا دايما كلمه باطل باطل باطل، كل ما تكلم لك باطل باطل، لو عنده نفس اليقين على الورق كان القضيه اتحسمت، كان الموضوع انتهى والملف اتقفل. يعني الجرأه او التحدي او الاصرار اللي كانوا بيتكلموا بيه يقول ان موقف الاهلي باطل بطلان، مش محتاج جدال، موضوع منتهي، وان الامر عندما يوضع على مائده لجنه فض المنازعات مش هياخد دقيقه. الناس دي مخالفه، النادي الاهلي مخالف للقانون وضد الدوله زي ما كانوا بيقولوا، وانه مقبل على انه هيتشطب وانه هيتشال تاريخه. يعني كلام يؤكد ان الناس دي عندها اليقين اللي انهم فعلا على حق. اما تعرض القضيه على لجنه فض المنازعات وما تحسمش وما تقولش اللجنه الاولمبيه على حق، اذا في الورق ما كان ينبغي ان يدرس قبل ان تعرض القضيه على هذه اللجنه. يعني اتضح ان في ورق، لو كان هناك سعه صدر من اللجنه الاولمبيه وسعه صدر من وزير الشباب والرياضه وعدم تربص وعدم تعنت وعدم تحدي وعدم اصرار وعدم سماع رغي في الودن وتاثير من هنا ومن هنا وضغط، كان القضيه اتحلت. النهارده وانا ماشي بكلم نفسي لقيت حاجه خطيره جدا، قلتها قبل كده، قلتها كتير، كلنا قلناها، بس بعيدها تاني، بعيد الشريط تاني بعد الوقت ده كله ما عدى. بقول يا جماعه تاني نفس السؤال، ما الذي يضير اللجنه الاولمبيه ان النادي الاهلي يعمل اجتماعه الخاص على يومين وفي مقرين؟ ما هي المخالفه؟ ما هي الجريمه التي ارتكبت وضربت القانون وضربت الدوله وضربت المفاهيم والاعراف والقيم انه النادي الاهلي عملها على يومين؟ هل هو زور؟ هل هو خالف اثناء العمليه الانتخابيه؟ هل في حد ما راحش؟ هل في النادي الاهلي عمل مخالفه داخل النظام نفسه، داخل الحدوته نفسها؟ طيب لو افترضنا جدلا، وده عندي مش متواجد خالص يعني، لكن هنفترضه ان النادي الاهلي حصلت مخالفه في خلاف وجهات النظر، يعني المخالفه من وجهه نظري خلاف وجهات النظر، ليه اللجنه الاولمبيه ما سهلتش الموضوع عشان الدنيا تمشي؟ ليه ما بسطتش الموضوع؟ لو كانت وافقت ايه اللي كان هيحصل؟ ايه اللي كان هيترتب عليه؟ كان في نادي تاني يطلع يقول له اشمعنى؟ محدش يقول له اشمعنى في حاجه، لان مفيش حد عمل النادي الاهلي عمله، ولا حد طلب اللي النادي الاهلي طلبه، ده طلب خاص بالنادي الاهلي. ايه اللي كان هيحصل؟ القانون كان هيبوظ؟ كان الاهلي فعلا هيطلع مخالف لحاجه مش موجوده اساسا؟ انا منحاز لناديه، وممكن حضرتك لو عايز تعترض على كلامي، مش معنى ان احنا علاقتنا طيبه او حضرتك بتيجي تقول راي اللي انا اصدق على كلامك كله او حضرتك تصدق على كلامي كله. انا بشوف ان الاهلي انحاز لجمعيته العموميه، وده كان طلب من جمعيته العموميه، دي واحد. اتنين، مفيش حاجه قانونيه تمنع النادي الاهلي يروح للي عمله. رقم ثلاثه، وده اللي انا عايز اكد عليه وحضرتك ترد على كلام، بتوفيق من الله اما اعضاء الجمعيه العموميه، اعضاء اللجنه الاولمبيه منهم اربعه او خمسه يظهروا معايا هنا في البرنامج، ويجي رئيس لجنه اولمبيه سابق واسبق ويقول لك اللي مفيش حاجه، ده ضد الميثاق الاولمبي اللي انتوا بتقولوه ضد النادي. انت جبت ثلاثه مش اثنين المفروض. لا، هو في اللي هو منير ثابت و... لا 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 لا، ده اكتر من كده. لا، اللي هم رؤساء المصري. الرؤساء جبت ثلاث رؤساء. ما انا بقول لحضرتك ثلاث رؤساء مع خمس اعضاء من اللجنه الاولمبيه، وبياكدوا لموقف الاهلي سليم، ده منك فيك، انا ما املتش عليه ولا اجرؤ ان انا املي على حد حاجه.
لكن توفيق من الله يحصل الكلام ده ويتاكد. فانا كمذيع حسيت بانتصار داخلي اللي انا كنت بجري على حق، ماليش دعوه بموقف النادي اللي انا عارف وكنت على يقين اللي هو موقفه سليم، لكن على الاقل قدام الجماهير اللي بتشوفنا التوفيق اللي من عند ربنا ده خلاك جوه نفسك انتصار للحق داخلي، تاخد قرارك بقى خده زي ما تاخده بعد كده. والله يا كابتن يعني الواحد فعلا ما كانش جواه، او انا ما كانش جواه شك، والله والله ما كان جواه شك في موقف النادي الاهلي، لان انا حاضر الحدوته من الاول، وحاضر ازاي تم تفجير القضايا، وحاضر خالد انت عملت حاجه المنوط بحضرتك ما تعملهاش، وانا مش عايز اتكلم على حاجات كتير وانت اتصلت بيا وانا بقول على الهوا، اللي انت خدت الحاجات وتابعت ووديته لناس قانونيين قالوا لك موقف الاهلي سليم 100%. ده خد بالك ده انا كنت في يعني كمان قاعد في 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 مكان اللي بنحضر فيه ازاي الحدوته هتنطلق ومين اللي فجر القضيه ومين ومين. مفيش يا جماعه مفيش حاجه قانونيه تعترض طريق النادي الاهلي، ده اللي خلاني ماشي اكلم نفسي، بقول لك انا ماشي اكلم نفسي. قضيتنا كلنا يعني والله العظيم ثلاثه ما مش عشان النادي الاهلي، يعني في امور بندافع فيها عن النادي الاهلي لانه انا جاي اتكلم باسم النادي الاهلي دلوقتي، خلينا صراحه وواضحه زي ما انت بتقول يعني. انا في حاجات بتكلم فيها عن النادي الاهلي ممكن ادافع فيها عن النادي الاهلي وعن مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو ممثل النادي عادي، لكن في امور اعلى من مجلس الاداره لما تبقى كلمه حق، كلمه حق مش وجهه نظر فنيه او وجهه نظر في راي، دي حاجات ممكن نتفق او نختلف عليها او نظبط نفسنا فيها. منك اللي انت قبل كده انتقدته في بعض امر اللي هو كان وجهه نظره في حاجه معينه وصلحت معاه وقعدت معاه وفهمته وتقبل وجهه نظري والامور استقرت زي الفل، اللهم لك الحمد. ليه؟ لانه خلاف وجهات نظر. ده يعني ممكن نختلف وجهه نظر في قرار خدته الاداره، قرار خده حسام البدري، قرار او رؤيه في اداء فني، كل دي حاجات نتفق ونختلف عليها. لكن كلمه حق زي قضيه النادي الاهلي ديت لا، انا ما ينفعش اقول فيها حاجه تخالف ضميري لو النادي الاهلي مش على حق، هقول يا جماعه انا اسف. ما احنا هنا قبل كده لو تفتكر فتره من الفترات كنا ساعات بننتقد بعض المواقف هنا واحنا قاعدين هنا، وكنت ساعات بختلف معاك وتختلف معايا في حاجات خاصه بالنادي، انا اقول لك هو صح تقول لي لا هم مش موفقين في دي، او انت تقول موفق اقول لك لا هو انا مش شايف مش موفق في دي، عادي جدا. موضوع زي ده يا جماعه لا لا مش موضوع ان النادي الاهلي اطلاقا، ده يبقى لو انا عملت عكس اللي جوايا يبقى ما عنديش ضمير، ومش عشان ابين للناس ان انا محايد ومش مع المجلس عمال على بطال او مخالف ضميري اقول لا يا جماعه النادي الاهلي على باطل، لو على باطل كان القضيه خلصت النهارده. يعني الناس بصت في ورق قانوني احرجت، انا في تقديري الخاص ان هو العمليه النهارده عمليه احراج. ثم اللي انا اعرفه يا كابتن انه اللجان اللي زي ديت بتدي بيسميه ايه نصيحه او بتدي يعني بنسميها في القانون اللي هي اللجنه القانونيه لما بتجتمع وبتقدم مجرد راي، بتدي رايها للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه تقريبا هي برضو اللي رات انها يتحول للجنه الثلاثيه اللي جايه دي، اللي انا من وجهه نظري وعندي قناعه ان شاء الله انها هتصدع على الكلام، لانه واضح ان هم شافوا في الورق اللي موجود كلام يؤكد صحه موقف النادي الاهلي. هو القضية يا كابتن قضية كبر، والله قضية كبر. دايما اتعلمت كده، والحياة في الوقت الصعب اللي احنا فيه علمتني كده. أنا دايما أدعي اللي في حياتي بمشي بروح للخير الأول وأخد النية الخير، وبعد كده نشوف الشر ونظرية المؤامرة والكلام ده، لكن في الوضع الصعب ده والواحد بيشوفه تروح للي بعد كده. هل في حد ممكن يتدخل من تاني ويكبر الموضوع من تاني واوعى سمعتنا كلامنا هيقول ايه الاهلي عنده حق ازاي والبقاء للاقوى ونبتدي فرد العضلات من ممكن يحصل الكلام ده تاني؟ ده صعب دلوقتي بقى. ليه؟ لان اللجنه الثلاثيه اللي جايه الاهلي هيختار واحد والاثنين هيتفقوا على واحد، يعني اللجنه الاولمبيه هتختار واحد، هنفترض ان هو يبقى تابع اللجنه الاولمبيه، خلاص ده موضوع منتهي. الاهلي هيختار واحد، هنفترض انه تابع النادي الاهلي، الاثنين هيتفقوا على المرجح بقى اللي هيرجح رايه من الاثنين. فما اعتقدش ان النادي الاهلي هيوافق هيختار واحد يملى عليه قرار ولا يبقى هو غلطان. صح، لابد انك لما تختار تختار واحد تثق فيه، تثق في قراره، تثق في حريته، تثق في استقلاليته، تثق في ثقافته، مش هقول لك تثق في اهلاويته عشان ما نبقاش غلطانين، لا تثق في امانته وتثق في ضميره والقرار اللي يطلع اهلا بيه. كده هيبقى النادي الاهلي هو اللي اختار، كانه اختار لجنته، اللجنه اللي هتختار ان شاء الله. وانا بقول لك انا على يقين باذن الله، انا مش خايف غير من حاجه واحده بس، الدوشة اللي بتحصل باستمرار كل يوم يا كابتن، الدوشة اللي بتحصل في بعض القنوات وبتأثير صعب جدا
ومن ناس ما زلت مصر على ان مش عارف ازاي مصرين ان هم يعملوا ده ويتحدوا النادي الاهلي بالمنظر ده وكل يوم زي ما قلت قبل كده يصنعوا حاله في حالة يعملوا فيها ضغوط. انا فاهم قصدك هناقشك واول مره طبعاً. اولا بالنسبه لي وخليني دايما انا اخدت عهد على نفسي كل حاجه هتحصل هقولها للساده المشاهدين وانا متحمل مسؤوليتها. كابتن شريف عبد المنعم حلقه الاسبوع اللي فات كان معايا مشي من هنا زعلان، كان هيتكلم شويه على الانتخابات، قلت له انا اسف يا كابتن شريف مش هنتكلم، انا مانع قصه الانتخابات في قال لي يعني ما كنتش قلت لي كده، دي الحقيقه. فاعتذرت له بحكم كابتني واكبر مني في السن. لا وشريف عبد المنعم بزلات بصراحه ما حدش يعرف يزعله يعني. كابتن شريف حاجه محترمه جدا وبص على دماغه وهو تقبل اعتذاري اللي انا قلت له، دي حاجه انا مش عايز اخش في المتاهات دي، مش لوني ولا شكل ولا بحب الكلام ده اساسا، وفهم وتفهم وجهه نظر. هي ايه الذكاء اللي بيحصل اللي حد يجي يقول لك ده بيشتم ده وده بيقول على ده ما عملش وده بيقول على ده عمل وده بيقول عليه ده انا اللي عملت كل حاجه وده بيقول على نفسه؟ هو حد قال اساسا الذكاء ده ليه؟ انت تعرف اللي مزعلك ايه؟ انه بقى فيلم ابيض واسود، فيلم هابط كل يوم عشان بكرر نفس الكلام. يعني ايه فيلم هابط او ابيض واسود؟ فيلم قديم، فيلم مكرر، فيلم تجاري من اللي هو يقعد في السينما اسبوع ولا اسبوعين. ليه؟ في غلابه بيصدق. يعني بص ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجي في لحظه يوعي الغلبان ويفهمه ويعرفه انه بيسمع باطل وبيسمع تاليف. وخد بالك يا كابتن، اما تلاقي نفسك بتتكلم كتير لمجرد انك تتكلم هتغلط كتير. يعني امبارح سمعت كلام عمال خلاني لفيت حوالين نفسي. ايه الكلام؟ الكلام ان انا اكتشفت امبارح تحديدا حاجتين، واسف في التعبير اللي هقوله هنا. اتفضل. انه الكابتن حسن حمدي ما كانش رئيس النادي الاهلي. ما كانش له لازمه في النادي الاهلي. بعد اذنك انا متحمل اللي انا بقوله. انا راجل نقد رياضي مش انا 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 مع حضرتك، لكن دايما ما بحبش ادي فرصه لحد ينتقد البرنامج. لا ينتقدنا. انا مش بعد اذنك كابتن شادي هقول بس حاجه، كل الاحترام عندي. هقول لك حاجه بس بعد اذنك. انا اللي بيتكلم دلوقتي خالد العشري، ماليش دعوه لا بالبرنامج ولا باي حاجه، انا مسؤول عن نفسي. لا عم مسؤول في القناه ولا مسؤول حاجه، انا جاي هنا عشان اقول اللي انا عايز اقوله. ما دام قعدت هنا اقول اللي انا عايز اقوله بعد اذنك. اللي اكتشفته تاني انه الكابتن حسن حمدي ما كانش رئيس النادي الاهلي، قصدي ده كلام بيتقال على الهواء عادي جدا، وان محمود طاهر اعلامي يعني اللي قاله. وان محمود طاهر حاليا يعني الرساله اللي توصل للناس ان هو مجرد راجل، يعني انا اسف بقى في اللي هقوله ده اللي عايز يوصل للناس، يعني انه راجل مبيض محاره، راجل استرجي، راجل مقاول، راجل بتاع فراشه. ده اللي بيحاول يوصله، اللي بيحاول يوصل ومين للناس. أهلاوي. خليني هتناقش معاك نقطه عشان ايه ما ينفعش تسيبنا نتبنى وجهات النظر. انا معاك. اتفضل. هتبنى وجهات نظر الكابتن حسن حمدي وهتبنى اي وجهه نظر حضرتك هتقول. اتفضل. حضرتك بتقول ده اللي وصل لك وانت بتتفرج من احد الاعلاميين. تمام. هو في اهلاوي بيعشق النادي الاهلي بيقبل على رموزه ده او ده، اذا كان يتقال على ده اللي هو مش موجود وبتمحي تاريخه، او الحالي اللي يتقال عليه اللي هو الفكره اللي هي وصلت لحضرتك؟ طيب هو اهلاوي وبيقول اللي انت بتقوله ده. سبحان الله. بيقول ايه؟ اللي يتجاوز في حق رموز النادي الاهلي ما يدخلش النادي الاهلي. ولا مكان له بين رموز النادي الاهلي، ولا مكان له داخل النادي الاهلي. وهو من يتجاوز ويسخر ويستهزئ برموز النادي الاهلي. كويس كده؟ ليه الحته الاولانيه اللي قلتها لك على الكابتن حسن حمدي؟ لانه اكتشفت فجاه انه، وعشان ما حدش يفهم غلط، مش هجوم على الكابتن الخطيب عشان تفهمه صح، انا بقول اللي حصل. بقول اللي حصل انه قال لك من سنه 2004 ل 2014 كابتن الخطيب كان رئيس المكتب التنفيذي في النادي الاهلي. وفي عرف النادي الاهلي رئيس المكتب التنفيذي هو كانه رئيس النادي الاهلي. هو من يخطط، من ينظم، من يضع البرامج. برامجه كلها كان لما بتتقدم للاداره مقترحاته كانت بتتنفذ عمياني. ومن ثم وده اتقال ان هو وراء جميع الانشاءات اللي حصلت في النادي الاهلي والانجازات الاداريه والرياضيه والفنيه. انا عندي انا خلاص انا حاسس اللي حضرتك عايز تقول. اتفضل. طب
هو ايه المناسبه اللي اتقال الكلام ده؟ يعني المناسبه الحمله اللي بيعتقدوا من خلالها انهم بيقدموا للناس محمود الخطيب. للاسف الشديد كابتن محمود الخطيب للاسف الشديد تخيل اسمه وتاريخه تخيل يا كابتن شادي في كل حاجه كلاعب واداري داخل النادي وعلشان يقدم مستني اللي يحصل تخيل انت تخيل خطيب يعني وعشان يقدم ده ودي الثقافه الغريبه جدا فيضطر ان هو يقلل من الاخر فكل يوم نسمع طب ما انا هفهم بقى لو انا صوت العقل عشان اقفل الموضوع دوت عشان بالنسبه لي في حساسيه انا كده فهمت كلام حضرتك طب ما انا بالنسبه لي لما هقعد اتفرج على الكلام ده هفهم اللي انا لو شادي بعمل كده انا محطوط في موضع الشبهات انا بعمل كده ليه اكيد في حاجه انا عاوزها او ليا الله اعلم بنوايا الناس الصادقه او نبعد عن النوايا بقى احنا بنتكلم في الظاهر اللي قدامنا ده ظهر قدام حضرتك وانت ده مضايقك تمام طب ليه يعني هعمل كده ليه في نقطتين ثلاثه ليه 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 لان دي حمله دي حمله يا جماعه اللي بيتكلم اسمه خالد العاشر وبقول لك دي حمله ولما يطلع اما يطلع يتقال للكابتن طاهر ابو زيد كابتن طاهر انت كنت ضد حسن حمدي والخطيب فمشيته واللي ضد رموز النادي الاهلي وضد مجلس اداره النادي الاهلي يبقى ضد النادي الاهلي طب واللي بيحصل ده اسمه ايه يعني الحمله اللي على المجلس دلوقتي ده اسمها ايه دي حمله بره ولا مجلس اداره النادي الاهلي ده بره النادي الاهلي نفس الكلام نفس الكلام ونفس التشابه ايه ليه تاني ليه دايما عشان تخلق حاله عشان تتكلم مع كابتن الخطيب ليه تقعد تعمل مقارنه بين ما تم من انجازات في الفتره اللي فاتت والكل يعترف بها ويقدرها وبين السنوات اللي فاتت ثلاث سنين اللي فاتت طب عارف انا ردي هيكون ايه بحكم بقى اللي انا قاعد ما هو التوقيت دوت ما انا ما كنتش مبيض محاره زي ما انت بتقول انا كنت راجل كابتن الفريق تمام فخليني اقول كلمه منصفه وده كلمه الحق لازم تتقال كل واحد قعد على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي ده وجهه نظري تعب واجتهد عشان يشتغل لناديه حالي سابق اسبق وهكذا وهكذا وخلينا نقول الفريق مرتجي الكابتن صالح سليم الله يرحمه والله الله يرحم الفريق مرتجي الكابتن عبده صالح الوحش الكابتن حسن حمدي المهندس محمود طاهر كلهم اهلي وكلهم اشتغلوا لمصلحه جمعيه عموميه وجماهيرهم طبعا المنع اللي نقول دي طبعا ما هو ده ده كابتن اللي انا عايز اقوله ما انا بقالي فتره بنبح صوتي في ده بقول ده ليه انت عايز تتكلم عن كابتن حسن وكابتن الخطيب فتسخر من محمود طاهر ليه ليه انا ما زلت مصر ومحدش يقدر يمنعني من ده انا جاي عشان اقول كلمه حق لله سبحانه وتعالى برضه تاني غصب عن اي حد انت عايز تعلي الخطيب اللي مش محتاج حد يعليه عشان زي ما انت بتقول وكلنا بنقول ده محمود الخطيب ليه بتيجي على التاني ليه بتيجي على الطرف الاخر ايه الثقافه الغريبه دي ما هو هنا في علم ما قلت لك افتح قوسين في حاجه في النص خلاص هي دي الحاجه اللي احنا انا المحامي بتاعي مشغول ما عنديش وقت انا من الاخر عشان اريحك انا كده فهمت قصدي انا المحامي بتاعي مش فاضي خالص تمام فاهم فما عندوش وقت اليومين دول فممكن طب في ملحوظه بقى برضو تصليح معلومه يعني عشان برضو ما ينفعش اي حاجه تتصدر للناس واحنا قاعدين كنا بنتكلم برضو الحوار على نادي مدينه نصر مقر مدينه نصر وازاي البدايه بدات عايز افكر الناس بس انه بدايه انشاء فرع مدينه نصر لما كان لسه فرع كان في عهد الكابتن الله يرحمه عبد صالح الوحش ولما كانت لسه خرابه وصحراء لا انا كلمه خرابه دي بتبقى بالنسبه لي بتزعل ملك الخرابه والصحراء عمره ما يبقى خرابه لا 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 استنى بتكلم في ايه الارض لما كانوا لسه واخدينها ما كانت صحراء منعزله كانت لسه منعزله اول فاس انضربت فيها كانت في عهد كابتن عبد صالح الوحش واول واحد وقف في رجله فيها كان اللي هو مكرم بس مش فاكر مكرم ايه الله يرحمه وده كان بينزل بالكاسكته في عز الحر ما فيش شمسيه ومعاه المجموعه العمل اللي بدات تشتغل عشان بس بفكر الناس وبعد ما بدات هتنطق جاء طبعا الكابتن صالح كان بدا يتحمل المسؤوليه لما تم يعني تغيير المجلس وجاء كابتن صالح واللي معاه لكن اول انشاء اكيد عندك الداتا كلها بتغطي النادي الاهلي بالثانيه انت بقالك وموثقه كل مره اسالك تاني 35 سنه وموثقه عشان بس ما نخدعش الناس اللي بقوله ده للاسف الشديد حسن حمدي
جاء كمل في النادي وعمل شغل للاسف الشديد بقى. ده اللي انا عايز اقوله يا كابتن شادي. الناس في ناس بتضطرك تقول حاجات ما يصحش انك تقولها. انا اللي مزعلني انه في كلام بيتقال وفي ناس بتعمل حاجات توصلني ان انا اقول ده، توصلك انك تقول ده. ما ينفعش ما ينفعش. تاني قسمتونا. لا هقول حاجه، خلينا اخلص بس الموضوع ده. انا ده موضوع أنا خطير جدا. تتكلم براحتك. ده موضوع خطير جدا. ماشي ماشي. ما انت كده يعني حاجات انت فاهم يعني المقدمات بتاعه الانتخابات دورت فيها اللي بيحصل الكلام ده. مفيش مشكله. وفي الانتخابات احنا بنتكلم. اي والله ما بنتكلمش انتخابات. هو ده اللي انا عايز اقوله. احنا ما بنتكلمش انتخابات، لكن انت مش عاجبك موقف اعلامي معين بيحاول يقلل من طرف على حساب طرف. انا راينا هنا وهشوف رايك في اللي انا هقوله صح ولا غلط، وده رأيي أنا الشخصي. الكل تعب في كل فروع النادي. طبعا. تختلف على ده؟ لا طبعا. لا ازاي بقى؟ ما تقللش من حد. دي واحد بس. اثنين. ما ايه رأيك من اللي ينجح؟ والأهلي علمنا كده كلنا نبقى في ظهره. اللي ينجح من مش كابتن دورنا. صح يا كابتن. بس. أنا برضو أنا عايز أقول إيه؟ والله العظيم ثلاثة يا جماعة، كابتن حسن حمدي له منزلة في قلبي أعلى مما يتخيل أي حد، هو كابتن الخطيب. وكلنا نعترف إن الناس دي يا جماعه حصل في اعداء انجازات اسعدت شعب مصر بالكامل، واسعدت الوطن العربي بالكامل، واسعدت افريقيا بالكامل. لانه كان بيتردد في الشق الرياضي فيما يخص العرب او يخص افريقيا انجازات اتحققت مع الناس دي. هذا لا ينكر. هذا لا ينكر. مش مستني سين او صاد او عين من الناس انهم يقولوه. احنا بس بنتكلم فيها كابتن. انت مش معترض على الاشخاص خالص. معترض تاني على دور اعلامي بدور معين اللي هو بيوقع ناس وموتها بتوقع ليه؟ بتوقع ليه؟ الناس اللي اشتغلت في الفترة دي اشتغلت وطلع عين اهلها في ظروف صعبة جدا، ظروف قاتلة جدا، حرب بره وحرب جوه، ظروف بلد صعبة بره وظروف جوه النادي كلنا عارفينها، واشتغلوا واجتهدوا وقدموا استكمالا للي قبلهم. ما بنقولش عملوا اللي ما اتعملش. ما هو بقى انا يعني انت بتدخلني في تفاصيل وانا ماسك نفسي لان انا عندي. انت بتقول لي في الاول في ناس غلابه. خلي بالك النهارده شادي، انت بتقول لي في الاول خلاص ايه؟ خلاص انت خلاص بقى فتحت. انت اول جمله قلتها ايه؟ في ناس بتسمع وبتصدق. انا دوري ان انا برضه اوعي الناس دي. اقول لهم الحقيقه فين؟ عشان ما يبقاش الكلام ده. حضرتك الناس واعيه صدقني. في البعض انا فاهم اللي فيه، البعض بيضحك عليه، ده اوكي انا موافق على ده بحكم الثقافه. ولكن انا هقول لك على موقف. ما انت قعدت شهر بتقول لي باطل 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 والسبت باطل، والناس راحت عند فيك. افهموا يا ناس، الناس راحت عند فيك في الشخص اللي حضرتك بتتكلم عنه، راحت بالعند فيه من اللي عمله، من الاستفزاز، من اللي شايفين الموقف ده. الناس عملت ده لان في الاول وفي الاخر اللي هيجيب رئيس النادي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. يا ناس افهموني بقى، اللي احنا بنحبها وبنحترمها وبنقدرها وبنقول لما تسمع الكلام ده انت بتستفز مشاعرها فهي بتعاند. صدقوني محدش عارف يضحك على عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. صدقوني يعني انا ادعي اللي انا فاهم شويتين. انا ما كنتش مع حضرتك. انا سبت حضرتك تتكلم لان احترمك واحترم رايك واحترم كلمه الحق. اختلف معاك في بعض المواضيع، واختلفت معاك دلوقتي في الجزئيه دي ما كنتش حابب، لان انا الملف ده مجهزه. ما دام ما اتفتحش انتخابات لسه ما تكلمش انتخابات. هتقعد تعمل كده هنقف لده بالمرصاد. بالظبط كده. لكن انت اديت للموضوع قيمه. كنت سيب عشان احنا بنجهز. معلش امبارح حصل في ايه واول حصل ايه؟ احنا بنجهز مش نايمين. ولكن حضرتك فتحت الموضوع خلاص اوكي. لكن خلينا ورسالتي هنا هتبقى لكل الاهلاوية. انا احترم رأي الاستاذ خالد وهو حب اللي هو يتكلم وانا ما كنتش حابب. ده كان رأيي انا. لكن طب حاجة اخيرة بمناسبة الاسترشادية على فكرة. انا هرجع للاسترشادية. هرجع لا بس عاوز اقول جملة. معلش يا استاذ خالد، عايز اقول جملة للسادة المشاهدين كل الاهلاوية. الكل عندنا سواسية. الكل رموز ومحترمين. تمام كده. والكل تعب واجتهد عشان يحقق بطولات في النادي الاهلي وعشان يجود داخل النادي وتبقى حاجه تليق باسم النادي الاهلي. هي دي الحقيقه. الكل ولا واحد على حساب واحد. دي حاجه انا مقتنع بيها. كمان الحاجه المهمه اللي بقولها لكم كل يوم وهفضل اقولها، اللي انا افهمه واللي انا اتعلمته واللي علموه لي كل الرموز داخل النادي، اللي بيقود السفينه كلنا في ظهره، سواء انت بقى جوه القناه، سواء جوه النادي، سواء مركز اعلامي، سواء مدير كوره، او سواء مشجع. ده في حد يختلف على اللي احنا بنقوله؟ لكن من غير تعليق يا استاذ خالد عشان انهي الموضوع ده، انا اسف اللي انا بضغط عليك في دي.
ان اللي يقول يقول، الناس عارفه مين اللي بيستفيد وليه مصالح وده سببه ايه، الناس فاهمه صدقني. بس احنا هنبين ده الايام اللي جايه، احنا هنبينه، ودورك انت تبقى حكم بقى، تصدق ما تصدقش ده تبقى حكم. لكن كل الرموز عندنا سواسيه، واسف على الاطاله. حضرتك قلت لك علقت عليها صغيره بس، اللي هي اللي هي بي يعني قصه موقف النادي الاهلي والترابط بموقف النادي الاهلي. لما تردد ان الاهلي هيعمل الانتخابات على لائحه الاسترشاديه، فتقال ايه بقى؟ خد بالك هي عامله زي جحا لو اخذه وحماره، اللي هو لو الاهلي تمسك بموقفه يتقال له ايه؟ انت لسه بتكابر؟ انت لسه بتعاند؟ انت هتلبسنا في الحيطه؟ فكر تراجع. لو تراجع امال عملت بطل ليه؟ بتتراجع ليه؟ فاصبح النادي الاهلي بالنسبه لهم كده هيتهاجم وكده هيتهاجم. انا بقول الصبر، الصبر لحد ما نشوف الليله رايحه فين، ونشوف النتيجه ايه، ونبدا نشتغل على النتيجه دي. بس بقول تاني اللي انت قلته وباكده تاني، كل ولاد النادي الاهلي محترمين محترمين وبيحبوا النادي الاهلي، ولكن لما المصلحه الشخصيه يا كابتن بتغلب بتبوظ كل حاجه. انت الواضح اللي انت مركز في الموضوع جدا جدا. انا بقول لك لانه بسمع حاجات بتخليني اخرج عن شعوري وانا قاعد. ما يا كابتن شادي انا ما بحبش جمله ما بحبش احلى جمله غياب الضمير. انا ما بحبش ده. انا بقى ما بتكسفش، انا بتابع كل الناس، انا بنام متاخر جدا، ما بسيبش جمله بتتكتب، ما بسيبش حرب، اتفرج على كل الناس عشان افهم كل واحد بيناقش الموضوع ازاي، وتجيلي فكره حلوه بعد ما اجمع الناس كلها. عارف احلى حاجه بتعجبني ايه؟ بص الاستخفاف بالعقول، اضرب اضرب اضرب، كلمه الحق عندنا. انت فاهم؟ شفت ده بيقول ان رموزنا بتتهاجم. طب هات، طب انا افهم اللي بيقول لي استاذ خالد بيهاجمني، هات لي الفيديو عشان نفسي أفهم. مره نفسي ايوه هي دي بقى عمال سرحان. انا عايز اقول ايه؟ نفسي مره يجي حد يطلع من القناه من هنا على الاقل الحمله اللي معموله ضد الكابتن الخطيب وبتشتم في الكابتن الخطيب. فرض واحد يا كابتن. ده بيقول لك اتملى علينا، اقول لك على حاجه، اللي بيقولوا اتملى علينا ده انا مش انت بقى فرض واحد انت بس. انت خلاص غيرت موضوع الحلقه ومشيتني في سكه، هنستحمل بقى هكمل معاه. اتفضل. خلاص مش عايز تسمع؟ اسمع بقى. اتقال اللي احنا جالنا ورق عشان ما نقولش اسماء. يا جماعه اقول لحضراتكم على حاجه. المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي في قناه النادي الاهلي، هل الشخصين الكبار حد هيجيب لك ورقه بالحلقه يقول لك ما تعمل ما تنفذ ده ما تجيبش سيره؟ مين يجرؤ يعمل كده يعني؟ ادعي ان انا شخصيتي قويه جدا وما بقبلش باي تدخل، وبند واضح في عقدي في القناه هنا من اي حد، واحترم طبعا في خطوط حمراء ما اقربش منها، لان في قيادات فوق منك عليك اللي انت تحترمهم وتمشي في النهج وتمشي في الخط. طبعا ما فيش حاجه اسمها هنا بقى كابتن ولا مش كابتن. ممنوع منعا الكلام ده ما حصلش معانا كده. يجيب لك الكلام ده ويناقشوه، ادي واحد وما حصلش اساسا. انت بتناقش حاجه ما حصلتش اساسا. ما انا بقول لك بيخلق حاله ويتكلم فيها. عايز تفهم بقى اللي بيملى عليه مين؟ اللي قدامه ورقه بيقرا منها رايحه له قبل الحلقه. تجريف الارض في او تظبيط الارض في فرع الجزيره، والفريق راح اتدرب في مدينه نجد. دي كانت رمله ودي مش عارف كانت ايه في عصر مش عارف اللي انت بتقرا من ورقه يا بيه جايه لك وجاي تتهمنا احنا. انا بقول لك انت فتحتني بقى. ما انا بقول لك يعني بيتقال ايه؟ وقال كده ببساطه شديده كده يقول لك ايه؟ ليه الحمله ضد الناس اللي فاتوا؟ يا حبيبي طلع لي جمله اتقالت، وما تجيبليش واحد مجهول الهويه ما اعرفوش او عمل حاجه وتروح قايل كده. انما هات لي فيديو، هات لي لقطه، هات لي موضوع كبير، هات لي موضوع كبير. يعني انا 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 هو احنا ممكن نطلع فاصل ولا ايه؟ انا حاسس بس ان دماغي شويه كده. انت لقيتك على طول اول مره بصراحه الاقيك اللي انت متضايق من حاجه. احنا دايما بنناقش ونضحك وندردش ومعانا دفتر. لا 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 جاي انا مخنوق من قبل الحلقه وحاسس ان دماغي مش مظبطه بسبب الموضوع. استاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع واستاذ خالد يشرب كوباية ينسون ولا مية ونرجع نكمل حوارنا اللي محدش يقدر يحيد عن اللي هو يقول الحق، وكمان عليك اللي انت تصدق. عشان كده قلت لكم في البداية جملة مهمة، كلنا هنستريح بكل هدوء. اما حد يقول لك حاجة فكر فيها يا ليه حصلت، اضربها في الخلاط جوه دماغك كده واطلع بمنتج. هل الكلام ده اللي بيتقال حصل صح غلط؟ فانت دورك كمان. ما ينفعش اللي في الزمن ده ومرينا بثورتين اللي حد يملى عليك حاجه وتصدقها على طول. اطلع فاصل
نرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ الناقد الكبير الاستاذ خالد بكر. الكورة والجماهير، احنا هنا بنناقش كل حاجة. يلا بينا ماتشات زمان بتاعنا دلوقتي. ملوك الصلاة، كل لحظة بتجيب كل همسة. دي الكاميرا اللي هبص لها. تاني كل اخبار الرياضة بننقل لكم كل حاجة. النشرة الرياضية هنقدم لكم الحقيقة ونكشف كل حاجة. ملك وكتابة. تاني تحليلنا مختلف جدا. هنا دي بس كده دي ما تخافش عليها. ما هنا بنحلل كل حاجه. استاد الاهلي. الأهلي فوق الجميع. نلتقي بكم من مقر ملك وكتابة بقناة الأهلي. كل حلقة هتلاقوا جديد، وكل حلقة هتلاقوا إضافات مختلفة جدا. إحنا هنتحمل هذه المسؤولية. كنوز تحكي سر العظمة، سر عظمة الأهلي، سر بطولاته، سر إنجازاته. ده جه مع ريال مدريد. هتستنى كام سنة عشان تلعب على مناسبة زي دي مع بطل القرن الأوروبي؟ هو ده نادي الدولة؟ طب هو نادي الدولة منين؟ حل اتحاد الكرة هل هو حل للأزمة ولا تكريس للأزمة؟ سكوت الأهلي والتزامه بالمعايير الرياضية النظيفة والسليمة فيهم غلط يا باشمهندس. لا احنا بنحضر عفريت ومارد مش هنعرف نصرف. صعب يكون موجود على مستوى العالم في نادي في الألعاب الجماعية الثلاثة خد الثلاث بطولات القارية اللي شارك فيها. ملك وكتابة غدا الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الآن برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع ضيفنا الكريم الاستاذ خالد العشري. استاذ خالد،
شربت ميه؟ اه الحمد لله. ميه كتير كمان. يعني مش عايز ارجع للموضوع تاني. بس صدقني الثوابت موجوده ومبادئنا موجوده وكل واحد بقى عارف في ربك عالم وعلام الغيوب. هو مطلع على نوايا الناس ومطلع على نوايا مين هنا ليه مصلحه مين هنا مش عارف ايه. في الاول وفي الاخر دي رياضه وده عمل تطوعي. هو انا لما اقاتل كشادي ولا حضرتك اقاتل على الكوبايه دي اقاتل عليها ليه وهو عمل تطوعي؟ انا مالي؟ انا اتدخل ليه واقلل من اسمي واقلل من سمعتي واقلل ده وجهه نظري وده المبدا اللي انا ماشي بيه طول الوقت. حاولوا يعبسوا في ده صدقني ربك مطلع على كل حاجه. وهي دي الجمله اللي عايز اقولها لحضرتك. ماشي وانا موافقك بس انا يعني عايز الناس يعني يبقى عندها مبدا. ده مش عيب. مش عايز اي حاجه يعني توديني وتجيبني. مش عايز اي مصلحه تغلب ان انا يبقى عندي من جوايا عندي اخلاق معينه ماشي بيها ثابت عليها عندي مبادئ في حياتي. انا ولادي يعني ولادي 35 سنه خبره في النادي الاهلي. مش عارف اللي ده سيزون موسم مش عارف اللي ده موسم مناصب موسم. ببعد دايما عن المناطق دي. ببعد ده. انا بربي ولادي من الكلمه اللي انا بقولها دلوقتي يا شادي. يعني ولادي بيسمعوني بيعرفوا ابوهم ده عامل ايه، ابوهم ده اخلاقه ايه، ثقافته ايه. انا بربي ابني دلوقتي لانه بيسمعني وبنتي بتسمعني وزوجتي بتسمعني واسرتي بيسمعوني بيشوفوا الراجل ده عنده مصداقيه في كلامه ولا لا، الراجل ده اللي قدامنا في البيت هو اللي في التلفزيون ولا لا، ولا شخص تاني محافظ على مبادئه ولا لا، ممكن يتباع ولا لا، ممكن يبقى حد يشتريه ولا لا، ممكن يتغير لاي سبب ولا لا. بيتفرجوا عليا دلوقتي وعارفين وعارفين ان انا دماغي ناشفه جدا في المسائل دي. وصلنا للحلقه واللي هنتكلم فيه خلاص بقى. احنا انا قاعد في بيتي فحضردش مع حضرتك. اتفضل. طب انت 35 سنه ما اشتغلتش ليه داخل النادي الاهلي زي ناس كتير اشتغلت؟ دي ما اعرفهاش. بس قبل ما اقول لك قبل ما اكمل جمله ما اعرفهاش هقول لك حاجه برضو مهمه جدا. مش مطلوب من مجالس الادارات في الانديه ان هم يعني يعملوا حاجه مع الاعلاميين. دي حاجه اختياريه. يعني هو بيشوف في شخص معين انه ينفذ له سياسته او يكون اهل للمكان ده فبيختاروه. انا ربما قدام كل الناس مش اهل لاي حاجه. فده مش اجبار عليهم. وليهم كل الاحترام والتقدير. لو انت بتقول 35 سنه لو استثنيت منهم اول 10 سنين اللي هم لسه يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم سنين كتير جت وناس خدت حاجات من جوه النادي الاهلي. اللي مريح ضميري ان انا الحمد لله عمري في يوم ما طلعت اللهم لك الحمد انتقدت النادي الاهلي عشان ما حدش عمل لي حاجه. لكن سجل جوه النادي الاهلي يا كابتن شادي واللي عنده حاجه مخالفه يا ريت تفتح التليفونات يطلع يقولها على الهواء عادي جدا. مفيش حاجه الحمد لله. تاني اشتغلت في مجله الاهلي لمده شهرين ثلاثه. لما انتقدت النادي الاهلي في حاجه كنت لسه بشتغل في جريده الكره والملاعب مشوني من المجله. لما ايه؟ انتقدت النادي الاهلي في موقف معين. اشتكوني عبد المجيد نعمان الله يرحمه الاستاذ عبد المجيد نعمان الله يرحمه الله يرحمه والكابتن عبد المجيد مشاني لانه ما لقانيش ان انا للاهلي قوي. اقول لك على حاجه هتزعل مني؟ اتفضل. عندهم حق. ماشي اوكي. الاهلي بيعمل المجله ولا بيعمل قناه عشان تهاجم الناس فيها؟ قول رايك. لا في جورناني. لا في جورناني. قول رايك في جورناني. ما كان في جورناني كمان في الكره والملاعب. فشكرتهم وخدت قرار ان انا ساعتها في الفتره اللي فاتت دي في وقتها يعني. وشاهد على كده بقول لك المهندس سعد القيعي لما رحت كنت قاعد معاه قال لي يا خالد نصا اصبر اسبوع ولا اسبوعين يرجعوك. قلت له يا كابتن يا باشمهندس طول ما الاستاذ عبد المجيد موجود مش هرجع مجله الاهلي. قال لي ما تنشفش دماغك. قلت له طب خد دي ولا بعد 100 سنه راجع النادي الاهلي مجله النادي الاهلي خلاص خلصت لحد دلوقتي بالنسبه لي خلصت. باجي القناه انت عارف احنا بنيجي نشتغل ازاي عشان حد يتقال ان انا جاي بعقد وفلوس وبتاع. لا ادي نمره اتنين بس عشان الناس تبقى فاهمه يعني ان ده حبا في النادي الاهلي. ما بحبش يتقال الكلام دوت اصلا. ماشي. انا دايما بقول اكمل لك بقى الحته اللي انت بتتكلم عليها. تمام. ولا احب البعض اللي عايز يصدق يصدق. الحمد لله. بس سمعه واحنا اكبر من كده بكتير. ما سافرتش مع النادي الاهلي سفريه اللهم لك الحمد. تاني يعني برضو بكرر نفس الكلام اللي قلته قبل كده. مفيش حد كابتن قلت لك انه الحمد لله عمل لي حاجه جوه النادي الاهلي غير ان انا اتعلمت على مدار تاريخي من بعض القيادات جوه النادي الاهلي، اتعلمت منهم حاجات كتير. في ناس زعلت منها في مواقف واتصدمت فيها في مواقف لكن اتعلمت من ناس كتير. اتعلمت من الكابتن صالح سليم. على فكره كان سعادتي ياخدني من ايدي ويديني درس. اتعلمت حاجات من المهندس سعد القيعي على فكره في مشوار طويل.
وتعلمت من لعيبه جوه النادي الاهلي من ثابت البطل، تعلمت حاجات كتير من ناس جوه النادي الاهلي، حاجات تعلمتها في الحياه، اختلفت مع بعضهم في وجهات نظر، واتصدمت مع بعضهم في وجهات نظر وفي اراء وفي مواقف، لكن ما اقدرش انكر ان اتعلمت منهم، ده اللي انا خرجت بيه من النادي الاهلي يا كابتن حتى هذه اللحظه. طب هرجع لموضوعنا اللي احنا اتكلمنا في الاول، لجنه تفضي المنازعات والاهلي بيختصم فيها اللجنه الاولمبيه، متخوف موضوع خلاص يتحل بسرعه، وخصوصا بعد السرعه دي، خلينا نركز في السرعه دي، انه لازم يتحركوا بسرعه. القضيه بقت يعني مش محتاجه انها تطول فيها اكتر من كده. يعني ما دام في ثلاثه اللي هيتكلموا ويفتوا رايهم يتنقل ليهم الورق، وانا لا اعتقد انه اصلها مش يا كابتن مش قضيه فيها ورق قد كده، ده واحد زائد تساوي اتنين يا جماعه، ورق بسيط جدا، ورق بسيط، لانه في طرف ما عندوش غير تاويل في ماده. يعني بيقول لك هذه الماده اللي هي الماده الرابعه دي بتاع اللجنه الاولمبيه معناها كذا 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 بس، ادي ورقه. طب ممكن اسال سؤال بس انا بتناقش مع حضرتك؟ اتفضل. خلي بالك اللي بيحصل ده اساسا بقى لما تيجي اللي ذاكر الموضوع كويس، اللي بيحصل ده ضد الميثاق الاولمبي، ده ضده جمله وموضوعا وتفصيلا. هو انت لما يكون لك ميل في حاجه يا كابتن هترجع ما انا اتسالت قبل ما ادخل حلقه، بيقول انت توقعك ايه؟ قلت لهم يا جماعه تعلموها، حط توقع لما يكون في ثوابت، اما يكون في اهواء انسى التوقع، اوعى تعمل فيلسوف، اوعى تتفلسف، اوعى تعمل فيلسوف وشاطر، لو في ثوابت بتسند عليها بترمي عليها وتستنبط الحقيقه او تستنبط القرار، لكن انت ما عندكش ثوابت، انت عندك تعنت زي ما قلنا، عندنا معارضه، عندنا كبر، عندنا تدبيس، انا حاسس ان هم اتدبسوا، والله العظيم انا حاسس ان هم اتدبسوا. يقينا انا اتاكدت ان الاهلي كل حاجه عملها صح، وموقفه كان مشرف، ولما ادي القرارات القويه اللي تعبر عني كاهلاوي، بكلمك بجد، عارف امتى؟ لما شفت حوار المهندس خالد عبد العزيز مع الاستاذه لميس الحديدي اللي هو كان من 14 يوم تقريبا، انا تابعت الحوار كله، قال جمله اوجد حلول، قال جمله لازم تقف عندها، لازم كل واحد اهلاوي يقف عندها، لازم كل عضو جمعيه عموميه يقف عندها، قال جمله خطيره جدا، قال لك كان ممكن يعملوا كل يوم جمعه. انت بتضحك ليه؟ الحقيقه انه المهندس خالد عبد العزيز بيفاجئني كل يوم الفتره ديت بكلام ان دل على شيء، فانما يدل على انه، وانا اسف والله انا بزعل لما بتكلم عليه باي حاجه تزعل، لان انا بحبه، انا بحترمه جدا، وانا بحبه وبحترمه جدا، شخصيه مهذبه، بس حاسس ان هو الفتره دي مش واقف على ارض ثابته. كانت الجمله اللي قالها ديت الاسبوع اللي فات، قال جمله اخطر منها تاني، قالها من فتره ورجع قررها تاني بشكل اخر. ايه؟ قال لك الانديه او الهيئات الرياضيه حد يسيطر عليها او يضغط عليها تبقى ضعيفه وما تستحلش انها تقعد في مكانها. ازاي معالي الوزير تقول حاجه زي كده؟ يعني انت بتجيب قضيه بسيطه جدا اهي، جاني ومجني عليه، تيجي للمجني عليه تقول له انت سوري انت عبيط عشان الجاني غلط فيك؟ يا راجل يا راجل، يعني انت مش عارف تاخد حق المجني عليه من الجاني، او تمسك الجاني وتعاقبه وتلوم على المجني عليه؟ ده منطق يقوله وزير مسؤول؟ يعني ده كلام يقوله وزير مسؤول؟ في سياسي وللاسف ان هو رجل سياسه، وكلنا نعلم رجل سياسه من الدرجه الاولى، وبقاؤه لانه رجل سياسي ورجل دوله، والفتره اللي فاتت كلها كان بيعرف ازاي يا كابتن شادي يصفي الامور ويهدي الامور ويموت الامور، الموضوع ده الوحيد اللي سابه يولع ويكبر قدام عينيه، وكان ردوده دايما مخيفه. ايه السبب؟ السبب غلطه وبعدين تسخيم. الغلطه اللي في الاولى تفسير غلط. حضرتك كده كرايك قلت لي سياسي، وفي سياسي يبقى في تسخين؟ مثلا لسه بقول لك من شويه قبلها ايه؟ مش واقف على الارض ثابته، عشان كده قراراته يعني مرتبكه مش سليمه. يعني في الاول فسروا الماده بتاع حبوا يحطوا اللجنه الاولمبيه، حب هو معالي الوزير عشان يعني يطلع من المشهد، فيقوم يجيب اللجنه الاولمبيه ويحطها هي اللي في الصوره تعمل كل حاجه. فاول صدام مع النادي الاهلي، الله، اول صدام مع النادي الاهلي وخلاف مع النادي الاهلي، هذا كان ممكن يهدى للمره اللي بكرر لك بقى الجمله اهي، ويتحل بمنتهى السهوله. لكن لما لقى اصوات بتدعمه، اصوات مهمه وكبيره وليها تقولها، تشجع. استاذ خالد العشري، الوقت جري مع حضرتك، هتقول ايه في الاخر؟
هقول كل التوفيق بره العمليه دي خالص بقى، كل التوفيق لمنتخب مصر يوم الاحد ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 22 ان شاء الله، كل التوفيق للجنه اللي هتجتمع انها تبص كويس بتفكير وطني وتعرف ان الدنيا مش مستاهله ومش مستحمله نخش على صراعات ملهاش اي لازمه. مفيش ازمه اساسا، لو هديوا كده وفكروا ايه اصل الحكايه هيلاقوا ان مفيش اي حاجه على الاطلاق. ده موقف عامل زي الطار اللي بيحصل بين الصعايده، يروح الدنيا تخرب عشان مثلا حد شتم حد او حد قال كلمه ممكن تتعالج في مسحه استيكه. شرفتني ونورتني، ودايما ببقى سعيد وانا بناقش قضايا مهمه جدا مع حضرتك، وان شاء الله في قضايا ثانيه نكرر الحوار مره ثانيه مع حضرتك. شرفتني ونورتني. اشكرك شكرا. ده حوار مهم جدا مع الاستاذ خالد العشري. هنطلع فاصل سريع وبعدها نستقبل واحد من ولاد النادي الاهلي المنتقل او بيلعب دلوقتي في المقاولين العرب، الكابتن محمد سمير. وانا مره ثانيه وثالثه ومليون بكرر، كل واحد تعب بفانيله النادي الاهلي. انا بشوف، او اعوذ بالله من كلمه، انا بشوف مع فريق عملي ان مهم جدا لازم كل ولاد النادي يبقوا موجودين، نتكلم معاهم يحكوا لحظه دخولهم وخروجهم والكواليس اللي حضراتكم بتحبوها. نطلع فاصل سريع وبعدها نستقبل نجم فقرتنا الاخيره الكابتن محمد سمير. مع واحد من ولاد النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم عارفين ولاد النادي الاهلي في كل مكان او في كل انديه الدوري العام هتلاقي من في كل فرقه من 5 لـ6 لاعبين في كل فريق اتربوا داخل النادي الاهلي، اللي حالفه الحظ ولعب شويه وبعد كده انتقل. النهارده معانا واحد من الشخصيات المحترمه جدا، اتربى داخل النادي الاهلي، حقق بطولات دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم للانديه، بيتألق مع المقاولين العرب. كان مهم جدا يبقى موجود معانا نتكلم شويه كوره وحوار الذكريات كمان اللي حضراتكم بتحبوه. كابتن محمد سمير برحب بيك. انا برحب بيك كابتن شادي، مبسوط ان انا شفتك النهارده، وحشني والله. وانت كمان وحشني كتير وذكريات جميله. اليومين اللي فاتوا كان معانا شويه من الجيل اللي كنا موجودين فيه، النهارده انت كمان موجود معانا. وخليني في البدايه اديك حقك مع فرقه المقاولين العرب السنه دي، بدايه موفقه وبدايه محترمه مع الكابتن محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد زي ما انت بتقول الحمد لله السنه دي الامور ماشيه كويس جدا بالنسبه لنا. اعتقد ان احنا عاملين بدايه قويه جدا في الدوري الحمد لله مع الجهاز الفني اللي موجود بقياده الكابتن عوده، جهاز فني محترم كله. نادي المقاولين بصفه عامه، نادي المقاولين من الانديه المحترمه جدا في مصر، يعني لا يقل عن النادي الاهلي والانديه الكبيره. منظومه ومجلس اداره على اعلى مستوى، وجهاز فني، اللعيبه اللي موجوده كلها الحمد لله لعيبه على مستوى كبير. فزي ما بقول لك هي منظومه متكامله. السنه دي الحمد لله يعني ربنا كرمنا وحالفنا التوفيق والحظ ان احنا نمشي بصوره كويسه. الاربع ماتشات اللي فاتوا ماشيين بصوره كويسه جدا، نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق نتائج ايجابيه السنه دي، لان نحط نادي المقاولين ان شاء الله في وضعه الطبيعي. نادي المقاولين من الانديه الكبيره، واللعيبه اللي موجوده كلها لعيبه كبيره وليها اسمائها وعندها طموحات وخبرات، ان شاء الله ان هي ترجع نادي المقاولين تاني لصورته الطبيعيه.
طبيعية يا رب. ربنا يوفقكم أكيد إن شاء الله في المقاولين من الفرق المحترمة المنظمة وسيستم عمل فيها على أعلى مستوى، ودي حقيقة، بس ربنا يوفقكم ما عدا ماتشين الأهلي يا سامي. لا لا إن شاء الله، يعني إن شاء الله اللي يجيبه ربنا كويس. وكده كده الماتش الأولاني يتأجل يعني عشان الأهلي يبقى عنده ماتش العودة، فلسه هناخد وقت شوية قبل ما نقابل النادي الأهلي. سمير، عايز أتكلم معاك قبل حوار الذكريات شوية، عايز أتكلم معاك شوية في الكورة، حلم المصريين كلنا نفسنا نروح كأس عالم، إن الكل يلتف حوالين منتخبنا، هينقلنا نقلة تانية في الرياضة اللي فيها أمور أكيد صعبة كتير وبنشوفها. أنا واثق وصلنا كأس العالم هيبقى فيه نظام، هيبقى فيه انضباط، هيبقى فيه مسابقة، هيبقى فيه جماهير. متفق معايا في الكلام ده؟ أكيد طبعا، أكيد الوصول إن شاء الله المنتخب لكأس العالم هيبقى، يعني أعتقد إن هو هيعمل طفرة كبيرة في الرياضة المصرية بالذات. إحنا الفترة دي والوقت ده محتاجين حاجات كتير عشان الرياضة ترجع زي الأول وأحسن يعني. فأعتقد ده هيبقى عامل كبير إن إن شاء الله الرياضة ترجع تاني زي الأول وأحسن. إن شاء الله يبقى في صورة بقى مختلفة في عودة الجماهير، لازم تكون موجودة الجماهير تاني. المسابقة هتختلف تماما، نظرة الناس كلها والعالم كله هتختلف لمصر. بقى لنا فترة طويلة ما وصلناش كأس عالم، 28 سنة فترة كبيرة. أكيد العالم بره يعني هيبص لنا بنظرة تانية إن إحنا إن شاء الله نبقى موجودين في كأس العالم. أعتقد الموضوع يعني حلم طبعا للناس كلها، والحلم قرب، الناس كلها عندها تفاؤل إن شاء الله إن المنتخب بنسبة كبيرة يبقى موجود إن شاء الله في كأس العالم. فهو هتبقى حاجة كويسة يعني، أكيد الشعب كله بيتمنى إن شاء الله المنتخب يبقى موجود. بصفة خاصة إحنا كرياضيين وناس موجودة في المنظومة بنتمنى أكتر من الناس العادية إن المنتخب يوصل كأس عالم، لأن الموضوع هيعود علينا كلنا بالنفع يعني. صح، هيعود علينا على الإعلام بالنفع، على اللعيبة اللي موجودة في المجال، كل الناس اللي في المنظومة هتستفيد، وكبلد طبعا أكيد هنستفيد. أمور تانية بقى خارجة عن الرياضة، أكيد البلد هتستفيد طبعا إن المنتخب يبقى موجود في كأس العالم، نرجع صورتنا تاني بإذن الله إن شاء الله. خلي بالك، هو بعيد عن موضوعنا شوية، بس اللي أنت بتقوله بتأكد على لما توصل كأس عالم يبقى سهل جدا نرجع جماهيرك، بتبقى موجودة تقعد تشجع كل، خصوصا الأندية الشعبية اللي عندها جماهير. خلي بالك على مستوى تسويقيا كمان، لما تيجي تتكلم لما الجماهير موجوده هتجيب ارقام تانية مختلفه. انت بتجيب طبعا ارقام محترمه ومفيش جماهير. مظبوط مظبوط، انت دلوقتي بتبيع الدوري برقم كويس جدا. السنه اللي فاتت شفنا الدوري الدرجه الثانيه اتباع برقم كويس جدا. كل ده ومفيش جماهير، ما بالك بقى الجماهير ان شاء الله لما ترجع تاني تبقى موجوده، هيفرق الموضوع يعني. ممكن الرقم هيبقى الدبل او هيزيد كمان. انت دلوقتي عندك مسابقه قويه، عندك يعني في قنوات كتيره بتسعى ان هي تاخد الدوري المصري، عندك منتخب يعني لو وصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله هيفرق جدا في الموضوع ده. فزي ما انت بتقول يعني الموضوع هيبقى مختلف تماما. هنتحط في حته ثانيه كلنا ان شاء الله باذن الله. انت شايف ان الكل في الوقت دوت عندك سلبيات، ولا شايف ان الكل بيدعم المنتخب والكل واقف ورا منتخبه؟ لا بص، ما يعني انا شايف ان الكل يعني بنسبه 90% بيدعم المنتخب يعني بنسبه 90%. ما اعتقدش ان هتلاقي في حته في العالم هيبقى فيه سبورت 100% للمنتخب. لازم بتلاقي فيه ناس بتطلع تنتقد يعني. الناس اتكلمت كتير الفترة اللي فاتت على الجهاز الفني، ما اعرفش بقى ده هم كل الناس وبيقولوا رايهم. انت فاهم قصدي؟ كل الناس وبيقولوا رايهم، كل واحد ليه حق، ليه حق الراي. بس لا، في الاخر ما ينفعش فيها راي، خصوصا اللي انت ده حلم مصريين. هرجع اكمل معاك، خلينا نطمن على المنتخبنا الوطني من الاستاذ محمد ابو الوفا عضو اتحاد كره القدم. استاذ محمد برحب بحضرتك. كابتن شادي حبيبي، ازيك واخبارك؟ ودايما كده متالق ودايما تحبيبي بتسعد جماهير كره القدم. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم. طمنا على المنتخب الوطني. انا عارف اللي فيه المهندس ثاني ابو رده بيبقى موجود، بعض اعضاء مجلس الاداره، المعلومات اللي عند حضرتك يعني طمنا على المنتخب اكتر. والله تمام، احنا طبعا مجلس الاداره كله بكره ان شاء الله من بكره موجود في برج العرب مع المنتخب. النهارده المنتخب عمل تمرين الساعه 9 6 ونص، استمرت حوالي ساعه ونص. كان اللعيبه كلها روح الحلوه والروح القتاليه، مش عايز اقول الروح القتاليه من دلوقتي، ولكن اللعيبه النهارده كانوا في التمرين حاجه غايه في الروعه. كل اللعيبه كانت في التمرين طبعا باستثناء عاشور وعبد الله السعيد وامتثل محمد صلاح وعبد الله السعيد امتثلوا للمستشفى. انت عارف ضغط المباريات اللي كانوا فيها الفتره اللي فاتت، سواء عبد الله السعيد مع الاهلي او محمد صلاح مع ليفربول. لكن ان شاء الله من بكره يكون كل اللعيبه في التشكيله الاساسيه، التقسيمه بتاعت الفرقه كلها يكونوا موجودين. كان حضر تمرين النهارده الباشمهندس ابو ريده الدكتور كرم كردي،
وان شاء الله من بكره مجلس الاداره كله هيكون موجود في البورد العربي. وطبعا بضمن الناس ان شاء الله يعني كلنا مش عايز اقول واثقين لكن متفائلين وامنين من الله عز وجل انه يكلل تعب الاتحاد الفني واللعيبه ومجلس الاداره، ودعوات كل المصريين ان شاء الله تكون معاهم يوم الاحد، وان شاء الله يوم السبت يعني ماتش غانا واوغندا ينتهي بالنتيجه اللي احنا بنرجوها، وعشان يوم الاحد ان شاء الله يكون يوم الفرح ويكون الفرح الكبير لمصر كلها ان شاء الله يا كابتن شادي. استاذ محمد عضو اتحاد كره القدم، كلام مهم جدا وكلنا ورا منتخبنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واحد من الشخصيات المحترمة جدا المهذبة وابن السعيد، والسعيد ده غالي علينا كلنا وفي القلب دايما. كمان معانا عضو اتحاد كرة القدم الكابتن حازم امام، واحد من نجوم كرة القدم، بطولات، انجازات، اخلاق عالية. كابتن حازم برحب بحضرتك. مساء الخير يا كابتن شادي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن حازم؟ عامل ايه؟ ازيك يا كابتن شادي خالص؟ انت خلاص من ساعة لما رحت اتحاد الكورة ما بتسألش عليا خالص. موجود انا جنبك. وحشنا يا كابتن حازم. عامل ايه اخبارك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك حبيبي. كابتن حازم ضيوفك طبعا الكرام. كابتن محمد سمير. حياتي ليك طبعا. اهلا بيك. كابتن حازم طمني على المنتخب، خصوصا ان انت نجم كبير في عالم كرة القدم. بتقدر لما بتتكلم مع لعيبه وبتشوف معسكر المنتخب تقدر تدينا الرؤيه بشكل عام؟ كابتن حازم اتفضل. والله شادي بص الماتش ده مش محتاج يعني حد يعمل حاجه ولا حد يتكلم ولا حد، هم اللعيبه يعني حاسين مسؤوليه وعارفين ان هو ماتش ثلاث نقط مهمين جدا جدا يقربوك جدا جدا ان شاء الله، بغض النظر بقى اوغندا كسبت اوغندا خسرت، ثلاث نقط مهمين جدا عشان توصل لكاس عالم، عارفين ان ده اخر ماتش في ملعبنا، فجمهورنا ما شاء الله يعني هيبقى مكسر الدنيا في الملعب ان شاء الله. بجد غليان زي ما بقول لك، اللعيبه نفسها الماتش يجي النهارده قبل بكره عشان يلعب، وان شاء الله هنعمل ماتش كويس. في ماتشات كده وانت عديت بيها يا شادي، يعني انت كابتن النادي الاهلي عديت ماتشات كبيره بتبقى مش محتاج لا مدرب يقول لك تكتيك ولا فنيات، بتنزل تلعب بقلبك، تلعب بالحماس اللي موجود عندك، ان انت مش مستني حد لسه يقول لك توجيهات وهتعمل ايه وتشتغل ازاي، انت عارف شغلك بالظبط في ايه في الماتش. دي من الماتشات اعتقد اللي هي هتبقى تاريخيه ان شاء الله باذن الله للعيبه دي. ان شاء الله. وهتبقى تاريخيه ان شاء الله في تاريخ مصر باذن الله ان شاء الله. كابتن حازم ما ينفعش تبقى معايا وما اكلمكش في الامور الفنيه. عايز اعرف من حضرتك يعني لو تاكد غياب عبد الله السعيد وهي نسبه كبيره جدا، برؤيتك الفنيه لمصلحه المنتخب، هل في المكان ده يلعب صالح ولا رمضان صبحي ودول اقرب المرشحين؟ دول اقرب المرشحين. والله بص ده حسب المدير الفني في الملعب، انت عارف يا شادي بيبقى فيه حاجات في الملعب ساعتها هو اللي بيبين لك كمدير فني، ممكن يقول لك ده فايق ده مش فايق، عارف في حاجات صغيره قوي كده بتبقى في التمرين المدرب ياخد باله منها، يعني اللعيبه تحس بيها، تحس ان ده فايق ده ماشي الكوره موفق ماشي كويس ولا لا، لكن انا شايف الاثنين لعيبه جامده جدا، الاثنين لعيبه كويسين جدا، عندهم مهاره فرديه عاليه جدا، الاثنين يعني انا شايف اي حد فيهم هينفذ بشكل كويس، صالح لما دايما بينزل بيأدي بشكل رائع، بيلعب فترات قليله لكن دايما لما بينزل فتره قليله بيعمل يعني اسيست حاجات كتير جدا في فتره 20 دقيقه ولا نص ساعه بس، دي يمكن يبين لك ان هو لعيب قوي جدا. رمضان لعيب من طبعا من اللعيبه المهاريه اللي هيعتمد عليهم مستر كوبر لو لعب من اول او نزل، فمع يعني ما اقدرش اقول لك مين، لكن اقول لك كوبر في الملعب اكيد هيشوف مين الاحسن. متهيألي صالح في الحته دي هي ومكانه من بقاله فتره، فممكن يبقى هو يعني متعود على مكان اكتر شويه، رمضان بيلعب على الخط بقاله فتره، فممكن دي برضه من الحاجات اللي ممكن كوبر يفكر فيها، الله اعلم يعني، لكن انا بفكر بصوت عالي معاك. كابتن حازم انا بسال بوجهه نظر، انا عارف وانا من المدرسه بتاعتك دي المدرسه المحترمه اللي نسيب المدير الفني يحط التشكيل، لكن احنا مفيش حاجه اسمها ما تقاطعش، احنا بنتكلم في كل حاجه. انا ما بقولش ما ولا حاجه، مفيش حاجه انا بتكلم. لا انا بقول انا عايز اعرف من حضرتك، تفضل عمرو جمال ولا كوكا؟ ما هو الاثنين برضه ما بنشوفهمش، ما هي دي برضه المشكله شادي، يعني الاثنين بيلعبوا بره والاثنين ماشيين كويس، يعني عمرو جمال انا شفت الجول اللي جابه حلو جدا في اخر دقيقه ده، وكوكا ماشي بشكل رائع. طب زي ما بقول لك الحاجات دي الثلاث اربع ايام دول يعني انا بشوف هم اللي هيفرقوا معاهم في التشكيل مع كوكا، هو اللي هيشوف الناس دي ماشيه مع الفرقه كويس، الناس دي رجليها ماشيه في التمرين مع الجون كويسين، انت ساعات مثلا شادي انت عارف
بتبقى انت مثلا حاطط في دماغك حد قبل التمرين قبل الماتش ثلاث ايام ملوش مش شايف، فبتعمل حساباتك مثلا لا ده مش شايف، ده الثاني احسن، ده فايق في التمرين. فانا اعتقد ان الراجل دايما بيميل للاستمرار في التشكيل او الاستقرار، فبالتالي متهيألي اعتقد ان هو عمرو ممكن يكون الاقرب. لكن زي ما بقول لك هو عمرو وكوكا الاثنين مستواهم كويس دلوقتي، بيجيبوا جوان ماشي يعني. كوكا ما شاء الله ماشي هناك في البرتغال شكل كويس جدا، يعني عايزين نشوف ده في مصر ان شاء الله باذن الله لما يلعب ان شاء الله. دايما بيشوف كوكا على طول بيجيب جوان في براغا وشغال بشكل كويس، نتمنى ان شاء الله يجيب اهداف في مصر، يعني ده اللي احنا عايزينه يعني ان شاء الله. كابتن حازم النجم الكبير اللي كل جماهير مصر بتحبه، تنصح الجماهير اللي هتروح الملعب بخبره حضرتك تقول لهم ايه؟ والله يا شادي بص الماتش اللي فات ماتش اوغندا جمهور عالمي، يعني جمهور من الساعه 3 الظهر قاعد في الملعب بيشجع بيغني مبسوط، عارف ما فيش الهمهمات بقى لما حد ضيع الكوره مثلا تهمد لك الفرقه، لا خالص الناس تحس ان هم فاهمين ان اللعيبه دي عايزه تكسب وعايزه ان دايما تشجع وتدعم. فبصراحه كان حاجه رائعه، وانا يمكن في الماتش كنت هناك الواحد عايز يلعب من كتر الحماس والجمهور يعني حاجه رائعه. انا متهيألي هيبقى نفس الاداء ونفس الشكل بالنسبه لجمهورنا، ما كانش اكتر كمان. الناس شايفه الامل بيقرب جدا جدا جدا، الناس مبسوطه جدا باللعيبه. فان شاء الله باذن الله يعني ما فيش جديد عن هم هيعملوه باذن الله في الماتشات اللي فاتت. يبقى دايما يوم برج العرب ده بيبقى يوم ملحمه يعني بصراحه بتتعمل. يا رب يا رب حلمنا كابتن حازم يوم الاحد نتكلم ونهني بعض باذن الله ان شاء الله. كابتن حازم سؤال اخير، كابتن حازم اكيد شفت مباراه النادي الاهلي الاولى نتيجه 2-1 مطمئنه ولا لا امام النجم الساحلي؟ لا هي احسن نتيجه للهزيمه هي 2-1. يعني لو 1-0 انت محتاج جولين عشان تكسب، لكن 2-1 هي هدف يدخلك. انا شايف يعني الترجي احسن من النجم هجوميا، هو اللي يخوف الاكثر، والاهلي كسب الماتشين بمعدل ماتشين يعني. انا متهيألي الاهلي هيكسب فرق 2 او هيجيب هدف وهدفين كمان الماتش ده، الموضوع مش صعب. دفاعات النجم ضعيفه، يمكن نص ملعب قوي، عنده باك يمين كويس جدا. راس حربه نوعا ما كويس، يعني عمرو كويس، في واحد برازيلي ما اعرفش هيلعب ولا لا، لكن السد باكين طوال، لكن على الارض اي سرعات اي كوره في ظهرهم هتبقى مشكله كبيره ليهم جدا. انا بشوف يمكن قلت من يومين الاهلي هيكسب الماتش ده 2-0 يعني. كابتن حازم انت عارف على المستوى الشخصي انا بحترمك جدا وبحبك وببقى مبسوط يا كابتن حازم. ربنا يخليك انت زميل اوضه في المنتخب وكنت بتظبط لي الدنيا. اشكرك كابتن حازم عضو اتحاد كره القدم ونجم مصر كابتن حازم امام، بشكرك شكرا جزيلا. الجميل في لعيبه اخلاقياتها ما حدش يختلف عليهم ابدا، الكابتن حازم امام واحد منهم، ولما بيتكلم كوره راجل فاهم وعارف بيتكلم كلام. كمان لما جبنا سيره الجماهير قال لك انا عارف جمهور في الوقت الصعب يبقى جماهير واحد. طبعا الكابتن حازم من الشخصيات المحترمه وقدوه للناس كلها، وشخص ولعيب كان لعيب كبير طبعا، والناس كلها بتحترمه، وزي ما انت بتقول يعني لما بيقعد وبيتكلم في الكوره الناس كلها بتقعد تسمعه، راجل خبره وراجل كان لعيب كبير والناس كلها بتحترمه طبعا، شخصيه محترمه. كابتن محمد قبل ما يدخل الكابتن حازم معانا كنت بسالك سؤال مهم، بتقول لي في البعض بيبقى اكيد انت شفت حاجه، ولكن هو ده مش وقت اللي انت تتكلم في اي سلبيه، ده الوقت اللي انت كتفك في كتف منتخبك، المنظومه كلها تبقى في ظهر، ننسى الالوان، وهو علم مصر اللي بيجمعنا كلنا ده. طبيعي هو ده اللي لازم يبقى موجود، حتى لو انت بتنتقد بتقول حاجات سلبيه بان انت عايز من جواك ان الناس تبص لك او تغير من الحاجات السلبيه اللي انت شايفها والناس كلها شايفاها، بس في الاول وفي الاخر كلنا متفقين ان الناس كلها ورا المنتخب وسبورت المنتخب، احنا مش في وقت ان حد يتكلم خالص على المنتخب دلوقتي، احنا في وقت ان المنتخب والجهاز الفني واللعيبه كلها لازم يحسوا ان الناس كلها في ظهرهم، سواء اعلام سواء جماهير شعب، الناس كلها في ظهر المنتخب والجهاز الفني ان هم ان شاء الله يوصلوا للحلم. زي ما بقول لك احنا فتره كبيره جدا غياب عن كاس العالم، فزي ما انت بتقول يعني ان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل الفتره اللي جايه ولا يبقى في حاجات سلبيه، ونوصل بس كاس عالم ان شاء الله، وبعد كده اللي عنده حاجه يقولها في مجلس اداره اتحاد الكوره، هو شايف حاجه ثانيه ساعتها بقى القرارات اللي هم ياخدوها، بس اهم حاجه ان شاء الله نوصل كاس عالم، وبعد كده نقعد ونشوف والاصلح للمنتخب يتعمل. يعني متفائل ان شاء الله؟ متفائل جدا يعني، انا ان شاء الله يعني انا حاسس ان خلاص مصر في كاس العالم باذن الله، يعني الموضوع ان شاء الله الموضوع قريب جدا. احنا كمان محظوظين ان احنا ان شاء الله اوغندا وغانا هيلعبوا قبلنا اليوم اللي قبلنا، دي اعتقد ان هي حاجه ايجابيه بالنسبه لنا، بان انت ان شاء الله غانا يعني نتمنى ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه مع اوغندا، بحيث ان انت ان شاء الله ما تحتاجش الماتش الاخير تنزل ماتش اوغندا من هنا. تنزل، بس خلي بالك
انا كمدير فني وانا قاعد على الورق ماليش دعوه اساسا كمان بالمباراه، اروح اكسب غانا هناك طبيعي. ده المفروض اللي كله يركز في ده. طبيعي ده طبيعي، حتى لو احتاجنا الماتش غانا هناك اكيد يعني نروح نكسب، مفيش مشكله خالص. يعني منتخب مصر دلوقتي منتخب قوي، ومنتخب غانا اعتقد ان هو في اسوأ حالاته، بس احنا مش عايزين، انت عارف المصريين مش عايزين يوصلوا للمرحله الاخيره. برضو ماتش غانا في غانا اكيد مش هيبقى ماتش سهل، يعني عندنا الفرصه والامل ان احنا من دلوقتي نوصل ونخلص يا رب، وبعد كده ماتش غانا نروح واحنا مرتاحين ان شاء الله نكسبهم باذن الله. مش يعني يعني لا قدر الله لو وصلنا ان احنا محتاجين ماتش غانا اكيد ان شاء الله نروح هناك ونكسبه ومفيش اي مشكله، بس ان شاء الله ربنا يعني يكملها ان شاء الله ونوصل من ماتش الكونغو ونريح بقى دماغنا باذن الله يا رب. غانا يا رب ان شاء الله. عايز انتقل بيك لكلام اخر عن النادي الاهلي، وخصوصا ان انت واحد كنت موجود في 2007 و2008 في بطولات افريقيا، وكنت شايف الوضع داخل النادي الاهلي ازاي. عايز اعرف منك ده الموقف اللي فيه النادي الاهلي بعد موقف الترجي، وكان الحافز اللي قدامك الوحيد عشان تكمل في البطوله لازم تكسب خارج الارض. كالعاده اللاعبين كانوا رجال، وكمان الكابتن حسام البدري تركيز وهدوء واستقرار فني داخل الفريق، قدر النادي الاهلي يحقق انتصار محترم. مباراه النجم الساحلي اللي احنا قلنا هي اصعب، لكن المباراه هي شوطين، شوط 50% المباراه الاولى و50% المباراه الثانيه. 2-1 صعبه على النادي الاهلي يا سامي. خالص، انا شايف ان النتيجه دي نتيجه ايجابيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه ان النادي الاهلي ما كانش في يومه الماتش ده، ما كناش كويسين قوي، بس اعتقد ان احنا الهدف اللي احرزناه فرق معانا جدا. يعني اعتقد زي ما الكابتن حازم كان بيقول ان دي يعني احسن النتائج السلبيه ان انت تتغلب 2-1. ان شاء الله عندك فرصه كبيره هنا ان انت 1-0 توصل وتصعد، وبرضه فريق النجم فريق ما يخوفش قوي، فريق محترم طبعا، فريق كبير، بس برضه يعني كان اعتقد نادي الترجي نادي كان يعني كنا داخلين ماتش الترجي وكنا قلقانين شويه نادي الترجي لانه فنيا في احسن حالاته الفتره دي كمان. عارف سمير في حاجه من ضمن الحاجات اللي اتناقشت وعايز اتكلم فيها معاك، اكيد انت انا خلاص كده فهمت منك وتابعت كل الماتشات. ان الترجي فريق كبير قبل الماتش، وهو فعلا فريق كبير. لما رحت لمرحله النجم احنا بنتكلم على صعوبتها بره، اللي الفريق النجم لسه الفريق الترجي خسران قدام عينيه، فجماهيره هتروح متحفزه اكتر، واللعيبه هتبقى متحفزه اكتر، والروح بتاعها هتبقى فيه اكتر، ده كان الخوف أكيد. لكن كامكانيات فنيه لما نيجي نقيس، لا كفه الترجي الصراحه طبعًا. انا شفت الفرقتين اكبر بكتير طبعا جدا. طبعا نادي الترجي دلوقتي اعتقد ان هو في احسن حالاته. نادي الترجي دلوقتي كان بقاله السنين اللي فاتت الامور بالنسبه له فنيا ما كانتش كويسه، كان بقاله فتره بعيد عن بطولات افريقيا. السنه دي كان قوي جدا، كان يعني كان فعلا شفت 10 دقائق في الشوط الاول لمسه ولمسه ولعبه وتدوير اللعب شمال يمين وافتراقات من العمق ومن الاطراف، عمل 10 دقائق لربع ساعه كانوا فرقه الترجي فعلا كانوا كويسين جدا. كان بصراحه فعلا يعني. وبعدين ملعب رادس كمان ملعب صعب جدا، يعني انا رحت هناك واحنا في النادي الاهلي كتير الملعب مقفول من فوق، يعني لو في نسبه جماهير قليله بيعملوا صوت غير طبيعي. انت طبعا عارف الدنيا هناك عامله ازاي، فهو ده برده كان قلقني شويه، والنتيجه هنا بالنسبه لنا ما كانتش مريحه. بس زي ما انت بتقول نادي الترجي فنيا اعلى بكتير، هو اللي فرق مع نادي النجم زي ما انت بتقول، هم دخلوا بحوافز وزي ما انت بتقول شافوا نادي الترجي قبلهم بايام الامور كانت عامله ازاي، فالدوافع عندهم زادت، الجماهير بقت في دفعه معنويه كبيره جدا، عايزين يحققوا نتيجه ايجابيه على قد ما يقدروا كويسه في ملعبهم، لان هم عارفين ان هم يجوا القاهره هيبقى مباراه صعبه بالنسبه لهم. فالحمد لله على قد ما احنا كنا في اليوم ده اعتقد مش موفقين شويه، بس الامور اعتقد يعني طلعنا باحسن الخسائر بالنتيجه دي، نتيجه الى حد ما كويسه. اللي انت بتقولها جمله مهمه، ما كناش موفقين. تخيل وانت مش موفق انت ضيعت، بنتكلم فيه فرص حقيقيه. في طبعا وليد ازار واحده الشوط الاول وصلنا بتاعت اجاي برده اللي شاطها مباراه 18، لا وصلنا 3 4 مرات. النادي الاهلي نادي كبير يا كابتن شادي، ما بقولش كده عشان انا كنت في النادي الاهلي، او النادي الاهلي نادي كبير في اسوء حالاته بيعمل نتائج كويسه، وفي اسوء حالاته ما بيخسرش. يعني وشوف انت بتتكلم في ايه، انت بتتكلم في ان انت بتلعب النجم الساحلي قبل نهائي بره ملعبك وسط الجماهير دي كلها اللي موجوده، واحنا مش موفقين ومش في يومنا، وعملنا نتيجه ايجابيه زي دي. يعني اعتقد دي نتيجه كويسه جدا، يعني ما كناش نحلم بيها طبعا في ظل الظروف اللي كانت موجوده حوالينا في المباراه وهي شغاله. اعتقد دي نتيجه كويسه جدا، ضيعنا كمان فرص غير الهدف اللي احنا احرزناه، فالحمد لله اعتقد ان الجهاز الفني والناس كلها راضيه بالنتيجه دي، على امل ان شاء الله ان احنا هنا نبقى في يومنا، والنادي الاهلي برده في القاهره الامور بالنسبه له هتبقى احسن. لازم تكسب اكيد، لازم تكسب. فريق كبير بيحقق البطوله لازم تكسب على ملعبك. طبيعي طبيعي. حتى لو كنت على فكره لو كنت متعادل تعادل ايجابي او سلبي لازم تكسب. لازم تكسب برده، ما انت حتى لو عامل هناك نتيجه ايجابيه بيبقى هدفك هنا اللي انت لازم تكسب، عشان برده انت ما بتبقاش عارف هنا ظروف المباراه، انت لا قدر الله ممكن يجي فيك هدف او يحصل حاجه تغير لك الامور اللي انت بتفكر فيها. لو انت نازل على تعادل او نازل ان انا مثلا
مثلا لو محقق هناك نتيجه مثلا ايجابيه عايز هنا احقق نتيجه ايجابيه واوصل، هو ما بيبصوش لكده ان الاهلي بينزل بيبقى عايز يكسب بغض النظر عن النتيجه اللي هو محققها بره ملعبه يعني، فدي بيحطوها في دماغهم طبعا اكيد. انا مهم جدا استغل وجودك معايا لان انا متذكر كويس جدا كنت موجود في 2008 وشفت عامل الجماهير كان عامل ازاي، هرجع لك لده. بس كمان معانا مكالمه مهمه جدا مع رئيس لجنه المسابقات المحترم الحاج عامر حسين. حاج عامر برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. بقى احيانا انت حاج عامر بتزعل مني شويتين وبترضى عني شويتين، لكن انت عارف انا بحترم حضرتك قد ايه. لا الله يخليك تشهدنا. لا ما فيش زعل ولا حاجه، ما في مناقشه وفي الواحد بيقنع الثاني بالفكر اللي هو بيتبنيه، ما فيش مشكله. لما انا بزعل من الناقد اللي هو بدون علاج بس كده يعني. لا ينقد يقول العلاج ايه والمتاح ايه. ده بس اللي بيزعل الواحد، انما انا ما عنديش مشكله خالص. انت عارف اكيد طبعا انا ناجي كروم وانت ناجي كروم. حاج عامر خليني اعرف من حضرتك، انا عارف ان انت بتبذل مجهود جدا كبير في الترتيبات للمباراه وكمان البعثه اللي جايه بعثه فريق الكونغو، قول لنا التفاصيل يا حاج عامر. هم طبعا دلوقتي عشان الفريق اللي بيجي هو اللي بيحجز مقر الاقامه بتاعته، فبتبقى صعب بالنسبه لنا للدول الافريقيه ان احنا تعرف مواعيدهم ايه بالظبط. فكان في حاله قلق ان كل شيء يبعث لنا ميعاد، وفي الاخر عرفنا ان النهارده ان هم هيجوا يوم الجمعه الساعه 12 بطياره خاصه. والمقر الاقامه بتاعتهم جاهز في احد الفنادق برج العرب. تمام. واحنا طبعا مجهزين لهم كل حاجه ومحضر لهم كل طلباتهم، ما عندناش مشكله خالص. كابتن هاني دايما بيحب مع كل الدول اللي بتجينا يبقى في استقبال عالي، حتى لو كان العكس سافر خارج، انما احنا طبيعتنا كده في ان احنا بنوفر لهم كل الامكانيات وكل طلباتهم. وسافرنا طبعا اكبر دوله يعني موجوده في افريقيا. الحاج عامر الترتيبات بقى في الاستاد، وانا عارف ان حضرتك متابع دوت ودايما بصراحه حضرتك انا يعني دي اشهد لحضرتك فيها جدا جدا جدا، النظام والترتيبات وكل حاجه وحضرتك متميز في ده. قول لنا الملعب خصوصا كمان بعد مشاكل التذاكر اللي احنا عمالين نسمع بيها دي. يمكن الحمد لله النهارده في اسكندريه احنا عرضنا التذاكر اول يوم اتعرض النهارده، وكنا المفروض نعملها على يومين، انما طبعا العدد كان كبير جدا لان الحصه المخصصه للاسكندريه يعني كانت 12,000 فقط، فبالتالي احنا لما عرضنا منافس البيع كانت في استاد اسكندريه. المنافس كلها في استاد اسكندريه لان ده المكان الوحيد اللي مجهز من تاريخ انشاء الاستاد، ان في شبابيك مؤمنه تماما من داخل الاستاد الناس بتقعد. وانا امبارح اصريت ان يبقى في ضابط مع كل موظف، طبعا ثقتي في الموظفين عاليه جدا، انما برضو عشان اطمن اكتر يبقى كان في ضابط مع كل موظف بيبيع، وكان الشباب اللي بيجي محدش ياخد اكتر من اثنين الا لو راجل كبير ممكن يبقى عنده عائله رايح بيها ما بياخدش اكتر من خمسه. تمام. فبدانا البيع من الساعه 9، خلصنا الساعه 6 وربع حوالي 10,300 تذكره. بالنسبه للتذاكر في اسكندريه النهارده والحمد لله كانت الامور منظمه ومنضبطه، الامن عمل دور كبير والناس كلها كانت على الرصيف، ما حدش نزل الشارع خالص والمرور كان عادي جدا. اللي تم الاتفاق مع الامن على الابواب هتفتح الساعه 11 ان شاء الله وتغلق قبل المباراه بساعه. برضه تم الاتفاق على ان اصحاب التذاكر والدعوات اللي هي الدرجه الاولى والمقصوره هيجوا عن طريق المحور، وعن الدرجه الموحده يخشوا عن طريق الصحراوي عشان ما يبقاش في تقدس، لان الاستاد حضرتك في اسكندريه وعارف ان كل الاستاد الابواب على شارع واحد. صح. عشان كده قلنا ان يبقى جايين من اتجاهين، احنا جايين من اتجاهين. الابواب كلها بالالوان التذاكر موجوده عشان الناس تروح كل واحد عارف بابه لون التذكره على الباب بتاعه. الشركه الراعيه عامله ترتيبات خاصه علشان ترفيهيه للجمهور اللي جاي. في الكافتريات في المطاعم الشهيره هتبقى موجوده في الاستاد زي ما عملنا في امم افريقيا وكاس العالم للشباب. تمام. يعني بنحاول نوفر كل حاجه بالنسبه للجمهور عشان يعني يبقى يوم جميل جدا الناس كلها تنبسط منه. وبنحاول ناخد خطوه يا كابتن شادي ان احنا يعني نعالج السلبيات اللي موجوده يعني بقدر الامكان، لان طبعا كل مباراه بنطلع بحاجات كده سلبيات بنحاول نعالجها.
بقدر الامكان، والناس كلها متعاونه الحقيقه، المنظومه العسكريه كلها في انا حاج عامر بشكر حضرتك جدا جدا. انا عندي المعلومات جايه من اسكندريه والصور موجوده معانا، النظام كان موجود، الصف اللي احنا بنتكلم عليه دخول الشباك واخد التذاكر. انا عارف اللي ده مش المنوط بيه شغل الحاج عامر حسين، لكن رئيس لجنه المسابقات كان موجود، كان بينظم، كان بيدي الناس كل واحد راح الاستاد حقوقه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا حاج عامر على المجهود وعلى التوضيح كمان اللي حضرتك دخلت ووضحته النهارده. عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، احيانا بختلف مع الحاج عامر وبيزعل مني. احنا بندور على حقوق النادي الاهلي وهو بيدور على حقوقه، بيقعد يتعب في موافقات امنيه وعايز يدخل جماهير، وانا عارف كل ده، لكن في الاول وفي الاخر الاحترام مع المحترمين هو الخط اللي بيسود. كان مهم جدا يبقى معانا، وبشكره مره ثانيه على اتوزع اكتر من 12,000 تذكره في استاد اسكندريه النهارده، وفي صعوبات في قصه التذاكر وفي كلام كتير، بس عايزين نقفل لان الموضوع ده صعب بالنسبه لنا واتكلمنا فيه امبارح كتير جدا في الحلقه. فنقفل الموضوع ده بقى، نروح لمنتخبنا ونركز اللي يروح يساند بيكون مع علم مصر، وان شاء الله كلنا نفرح ان شاء الله بانتصار وصعودنا لكاس العالم. سمير كنت بكلمك قبل المداخله عن 2008 وكنت موجود وجماهير الاهلي كانت موجوده في المدرجات ومباراه كانت صعبه جدا وكان عندهم عناصر متميزه وقدرنا في ثلث ساعه بدعم جماهيرنا تنس. فاكر؟ فاكر طبعا، فاكر كل لحظه بصراحه في الماتش ده. الماتش كان صعب جدا، وفرقه القطن كانت مفاجاه بصراحه في السنه دي، كان عملوا نتائج كويسه جدا، والمباراه كانت صعبه جدا علينا، وكنا داخلين المباراه يعني بكل قوه ان احنا نحقق ان شاء الله يعني نحقق نتيجه ايجابيه. السنه اللي قبلها ما حلفناش التوفيق واتغلبنا من النجم الساحلي في الفاينل، عملنا هنا السنه اللي قبلها على طول كسبنا، اتعادلنا هناك 1-1 واتغلبنا هنا طبعا الحكام صعبه جدا يعني، واتغلبنا هنا 3-1 في وسط برضو جمهورنا، فكانت الامور بالنسبه لنا صعبه جدا ان هي تتكرر تاني سنه، فكانت هتبقى الامور صعبه علينا وعلى جماهيرنا. الماتش كان صعب جدا، جماهير كانت ماليه الاستاد، جماهير كانت بصراحه كانت في احسن حالاتها، وكانوا يخوفوا يعني، كانوا سبورت لينا بشكل كبير في المباراه دي، وزي ما انت قلت يعني في تلت ساعه نص ساعه كنا مخلصين المباراه 2-0 وضيعنا فرص كتيره جدا، كنا يعني لازم يعني كنا هنحقق نتيجه كبيره قبل الماتش العوده كان عندهم، فكنا عايزين نحقق نتيجه كويسه. اعتقد برضو 2-0 كانت كفيله ان هي طب اقول لك على حاجه وشوف فاكر انت فاكر ولا لا. في 2007 خسرنا البطوله، كان معانا انيس بوجلبان وهو من ضمن الصفقه اللي حصلت، انيس قال لك انا تعبت عايز اخد هو زي الاول يعني. السنه اللي قبلها احنا كسبنا في صفاقس، وهو موجود معانا، قال لك انا حاجة الاهلي عشان اخد بطوله افريقيا جيل في الغلابه. فاكر احنا كان في اجتماعات كتير جدا لازم نكسب البطوله دي عشان نديها لجماهيرنا، وانيس كان موجود وخسرنا امام النجم، وكان في اجتماعات خصوصا كان من ضمن الحافز اللي بيتحط والدوافع اللعيبه الجماهير. اي نعم، وكان ده الحافز طول الوقت، لكن كمان عشان انيس فعلا. انا فاكر فعلا كنا عملنا اجتماعات كتيره، وحتى رحنا برضو كان رحنا عند تريكا ورحنا عند كذا لعيب كانوا عاملين عزومات كان في عزومات قبل كنا بناكل وننزل البسين وكنا بنعمل كل حاجه. لا كانت ايام حلوه طبعا جدا. كنا فعلا زي ما انت بتقول عايزين طبعا بخلاف ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي، كنا فعلا كلنا بنبقى عاملين يعني بنتكلم في موضوع انيس ان احنا نهدي له البطوله دي لان هو ساب بلده وساب النادي بتاعه عشان يحقق النتيجه. بس كان جميل يا سمير يعني كل لعيب كل اسبوع بيعزم الفريق في بيته، انا متذكر يعني وكلنا نتلم ونقعد نتكلم مع بعض، واللي عنده مشكله شخصيه واللي ممكن زعلان من حد شويه وبيفرق مع اللعيبه داخل الملعب جدا جدا. بصراحه اللي انا شفته في النادي الاهلي كان شادي ما شفتوش في حته ثانيه. موضوع اللمه ده مش وخلي بالك، موضوع اللمه ده يعني عامل عشان تلم لازم تدفع. لا فعلا، لا بجد موضوع اللمه ده انا اتعلمته من اللعيبه الكبيره يعني، اتعلمته منك ومن تريكا ومن وبركات ومتى، مش عايز انسى حد. اللعيبه الكبيره كلها اللي كانت موجوده الفتره دي اتعلمت منهم ازاي يلموا الفرقه، ازاي في المواقف الصعبه او لو في اي مشكله او لو الفرقه مش في حالتها ازاي، لا يا جماعه النهارده احنا في غدا او في عشاء عندي بعد التمرين كلنا بنروح بنقعد كله بيصفي لو في اي مشكله بنحلها مع بعض. ففعلا موضوع اللمه ده من العوامل النجاح اللي خلي بالك. في نقطه ثانيه بقى استغل وجودك معايا يعني، كان موجود اتذكر رامي عادل، اعوذ بالله من كلمه انا، وائل جمعه، انت، احمد السيد، عماد النحاس، انت كنت طالع من قطاع الناشئين وموجود بس عمر ما حصل جوه الفرقه مين يلعب ولا مين ما يلعبش خالص. اللي بيلعب تلاقي الخمسه التانيين وراه،
اللي ما بيلعبش وفي اصابه تلاقي كله كان في حاله كده حتى من الخطوط اللي بيلعبوا مع بعض داخل الفرقه. لا كانت في حاله طبعا كويسه، ما كانش في اي حد باصص لاي حد في اي حاجه، كان كل انا لو موجود الناس انت بتبقى سبورت ليا وانت كابتن الفرقه، اي لعيب بيلعب في مكانه حد بيبقى عامل مساعد ليه، ما حدش بيبص لا انا ما بلعبش، ما فيش الكلام ده خالص موجود في الفرقه. كل دي من عوامل النجاح او كل دي من العوامل اللي خلت النادي الاهلي في حته تانية او خلت النادي الاهلي لا البطولات على طول كل سنه الحمد لله كنا اي بطوله بندخلها بناخدها. القصه مش قصه فنيا بس، كل الحاجات دي موجوده فنيا بجانب الفنيا، ان انت جماهير داعمه ليك في كل الاوقات، جماهير كبيره اكبر جماهير في مصر دعم للفرقه، بره بقى الحاجات دي كلها التعاملات اللعيبه مع بعض، تعاملات مجلس الاداره مع اللعيبه، مجلس الاداره في ظهر اللعيبه، كل العوامل دي بتصب في الاخر ان التارجت اللي انت بتبقى عايز تعمله من البطولات كلها بتحققه. العمليه مش قصه بس ان انا في الملعب او فنيا او مجلس او جهاز فني مع لعيبه، لا الحاجات كتيره بتخليك توصل للبطوله اللي انت عايزها. الموضوع مش يلا وفنيا واحنا كويسين وفرقه كويسه ولاعيبه كويسه، لا القصه مش كده خالص. قصه فعلا تعب، قصه ان انتوا يعني زي ما بقول لك من الحاجات برضو اللي اتعلمتها من اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره ليها اسمائها وعملت كل حاجه في الكوره ومن تاني يوم بعد البطوله احنا خلاص حطينا البطوله في حته تانية، وبلاقيهم برضو بيموتوا نفسهم في التمرين. كنت بقعد ما بيني وبين نفسي اقول الناس دي بتجيب الدوافع دي منين يعني. يعني انت دلوقتي اي حاجه اي خلل بيحصل الناس بتقعد تقول لك ما اللعيبه شبعت، الكلام ده ما كانش موجود، كناش بنسمع، ما كانش موجود خالص، ما كانش موجود. انا كنت فاكر كان جوزيه وكان على طول نكسب البطوله تاني يوم خلاص انسوا كل ده ورا ظهرنا، بلاقي الفرقه واللعيبه كلها في التمرين كله بيموت نفسه، وما فيش بقى انا امبارح خدت بطوله، انا اللي كسبت النادي، انا اللي جبت الجون، انا ابو تريك، انا شادي، ما كانش موجود. ما هي دي في الكاميرون بعد الماتش على طول. في جرب. انا امبارح كان موجود، خلي بالك انا عايز، ما كان معايا اينو ومحمود سمير وطبعا جابوا سيره العصابه بتاعتكم. انت بتضحك، بس الوحيد اللي كان بيعذبكم محمد بركات. قبل ما سمير يرد يا جماعه يعني حطوا الارقام كده على الشاشه اتفضل. لا 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 الكوتا طبعا كان هو الراجل الكبير بتاعنا بصراحه، كان هو الاب الروحي. بس انت بركات كان على طول مستودك على طول. كان ما بيسيبنيش، بروح له دلوقتي على طول بيقعد برضه بقول له بقى اسكت خلاص. بجد والله ما اعرفش، انا الحمد لله كانت علاقتي بيه كويسه وهو علاقته بينا كلنا كانت كويسه. بس انا يعني كوتا بصراحه بركات من الناس اللي يعني الناس اللي بحبها جدا، الناس اللي كانت قريبه مني في الفرقه، مع انه كان لعيب كبير بس كان من اللعيبه القريبه مني. بص يعني موقف كده افتكرته لما انت كنت بتعرض البطوله دي. انا دي كانت اول بطوله افريقيه ليا مع النادي، فبعد ما كسبنا هنا 2-0 فانا برضو لسه ما عنديش من الخبرات او ما عنديش من انا يعني لسه برضو مش مستوعب هل فعلا يا جماعه احنا طب لما نروح الكاميرون هناك، لان انا زي ما بقول لك الفرقه القطن كانت فرقه جامده. فانا بعد 2-0 طبعا دي نتيجه هايله، مفيش احسن من كده. جابوا جون قاموا علينا ثلث ساعه. ما انا هحكي لك. فانا مش مستوعب هل يا جماعه 2-0 دي كويسه ولا هناك ممكن لا قدر الله يحصل حاجه. فاول ما وصلنا المطار هناك انا بقى لغايه ماتش العوده انا قلقان ومرعوب ان يحصل اي حاجه، لان بقول لك دي اول بطوله ليا، فانا نفسي ربنا يكرمنا وناخدها يعني. انتوا خلي بالك كنت بتتكلموا في النص على المكافآت، غير بقى غير المكافآت، بقى المكافآت كده كده هتيجي. كابتن احمد حسن برضو قلبناه ساعتها، كان برضو خدنا منه فلوس. كابتن احمد حسن اول ما جه النادي قلنا له انت بقى دي البطوله يا عميد اللي ناقصاك في السي في، فقعدنا نسخنه وقال لنا خلاص هطلع مكافاه من جيبي ليكم. كنا برضو السته سبعه بتوعنا يعني. فبص الحاجات دي كنا، بص انا عايز اقفش الكاسه. فاول ما وصلنا المطار الكاميرون انا فاكر كنا في المطار واقفين بقى مستنيين الشنط، فروحت لتريكا فبيقول لي مالك، فقلت له بص يا تريكا انا هسالك سؤال وقول لي يعني. فقال لي قول. قلت له انا خايف قوي، انا خايف جدا بجد، فهل لا قدر الله ممكن يحصل حاجه ولا ابو تريكا كده؟ والله بجد يعني بقول لك انا اول مره اقول الموضوع ده في المطار يعني. كنا تقريبا احنا رايحين قبلها بثلاث اربع ايام. صح. فهو بيقول لي انت مالك وكده، فبقول له انا خايف جدا وقلقان ان احنا لا قدر الله البطوله دي ما ناخدهاش، فهل 2-0 دي كويسه ولا. راح ضاحك وقال لي لا ما تقلقش خالص يعني ان شاء الله احنا كده كده هنكسب. والله الموضوع ده حصل. قلت له يا تريكا بجد؟ قال لي والله ما تقلق، قال لي ان شاء الله الموضوع هيبقى يعني مش هيبقى فيه مشكله ان شاء الله وهنحقق نتيجه كويسه. الماتش طبعا بدا ربنا كرمنا كنا مضغوطين جدا لو فاكر انت في الاول، مضغوطين جدا والجماهير هناك برده كانت صعبه وكان عندهم لعيبه كتير كويسه. فاكر الاجواء والاجواء كانت صعبه جدا والجو نار ومفيش اكل يعني لا السفريه كانت صعبه جدا، السفريه صعبه جدا فعلا. وربنا كرمنا بالكورنر بتاع كابتن احمد حسن لما جاب الجون خلاص بقى ارتحنا الموضوع. حتى بعد ما جبنا جون هم كانوا لازم يكسبوا اربعه،
راحوا بعدها على طول، فاكر قبل الشوط ما يخلص راح الواد شاط الكوره خرمت الشبكه خرمت الشبكه ايوه كان الاشول ده كان بتاع نص الملعب انا فاكره، كانت رجليه صاروخ شاطها ودخلنا المبروش شوطين 1-1 ولا طب والناس كده الناس عندها امل تاني فعلا ان هم ممكن يرجعوا في الماتش، ورجعوا ورجعوا ربع ساعه قعدوا ربع ساعه وجابوا فينا الثاني لغايه ما جابوا فينا الثاني لغايه ما الحمد لله فضلنا بقى لغايه اخر الماتش لغايه ما جالنا البنالتي بتاعك لما انت جبتها، فالحمد لله كانت بطوله طبعا عزيزه علينا كلنا يعني. فالنادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه بيبقى على فكره يعني سبحان الله ذكريات ما تتنسيش ابدا، وخصوصا اللحظات اللي فيها لحظه التتويج دي بيبقى شرف ما بعده شرف. طبعا طبعا اكيد يعني انا اولادي دلوقتي كبروا شويه يعني فبرضه بداوا يستوعبوا شويه يعني اكيد. عندك اولاد ايه؟ عندي مالك ده ابني الكبير وعندي الحبيب ربنا يخليك اصغر منه ربنا يخليك، فهم بداوا دلوقتي كبرت سمرة عجزت خلاص كلها كام سنه وبطل، فبقول لك خلاص كبروا بداوا يستوعبوا الدنيا ماشيه ازاي وان باباهم لعيب كوره، فاكيد دي بتبقى حاجه كويسه في شرف. طبعا في ان هم يشوفوا باباهم خد بطولات مع النادي الاهلي واكيد هم بيبقوا مبسوطين. وانا كمان من خلال الشاشه بقول لاولادك باباكو كان نجم كبير في النادي الاهلي بلعب وكان ليه دور مهم جدا جدا داخل النادي الاهلي، وتشرفوا بباباكو وليه بطولات جوه النادي الاهلي، وخلي بالكم اللعب في النادي الاهلي هو زي ما هو قال مختلف. استاذنك ناخد مجموعه من التليفونات معانا. معانا مين يا جماعه؟ مين؟ استاذ احمد الجبالي من القاهره، اتفضل يا استاذ احمد. بالخير طبعا، برحب بحضرتك وبالكابتن محمد سمير. اهلا بيك. وطبعا كنت عايز اتكلم على اهميه حضور الجماهير في ماتش النجم باذن الله، اللي ان شاء الله الاهلي قادر على ان هو يعمل نتيجه ايجابيه ويكسب بطاقه التاهل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا حضور الجماهير ده احنا سبورت دايما للفرقه، لازم نبقى ظهرهم واحنا اللي لازم ندعمهم دايما في كل حاجه يعني. بصراحه الجماهير دورها محترم جدا المباراه اللي فاتت، حاجه مشرفه حاجه محترمه، وهو ده اللي بيعمله الجماهير، ده اللي احنا متعودين عليه. انا استاذ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا. مين معانا؟ استاذ محروس بدر، برحب بحضرتك يا فندم، اتفضل. كابتن شادي بمسا على حضرتك ومسا على ضيفك الكريم. انا طبعا موضوع الاهلي ان شاء الله ربنا هيكرم وهننتصر ان شاء الله يا رب وهناخد البطوله يا رب ان شاء الله. الاهم دلوقتي من الماتش هو الحكم المتناشط دلوقتي في كرات الانباء وفي التلفزيون. اول الناس فاهمه الحكم غلط. الحكم ده اللي حصل النهارده ده في الامور المستعجله بتاع لجنه فضل المنازعات. تمام. لا الاهلي ما خسرش القضيه. الاهلي في الامور المستعجله، لان الاهلي كان طالب شق مستعجل عشان الانتخابات. لكن الشق الموضوعي بقى اللي هيتكلم في القانون فعلا هو اللي لسه بقى هيخش الاهلي في لجنه فضل المنازعات برضه. زي ما بتقول كده ده اول حكم اللي هو حكم التوفيق. يعني انا وحضرتك في بينا بعض المشاكل فبنلجا للجنه، اللجنه بتحاول الاول ان هي توفق ما بيننا وبين بعض. انا بلاقيك انت متمسك وانا متمسك، خلاص بتحل الموضوع اللي اشتق الموضوع. فالاهلي ما خسرش القضيه ولا حاجه، ولا ده حكم نهائي خالص، ده حكم شكلي وحكم على الامور المستعجله، ولسه احنا بقى داخلين على الشق القانوني اللي هيبدأ على طول من بكره او من بعد. فالاهلي زي مش زي كل وسائل الاعلام ما بتقول. الاهلي ما خسرش القضيه، وان شاء الله الاهلي مش هيخسر القضيه. احنا اللي حصل ده شكلي مش اكتر من كده. تمام. انا بس حبيت انبه الناس عشان الناس بس ما تصفش ورا وسائل الاعلام. لا يا فندم. تمام. انا متفهم كلام حضرتك، انا بشكرك شكرا جزيلا. ده كلام مهم انا قلت لكم، صدقونا يا جماعه الواحد يعني خلاص بقى فاهم عقليات الناس شويتين. اول ما هيطلع كده يقول لك شك موضوعي، لا كده الاهلي خسر، وما ده منتظرين من ناس هي خلاص هي ده اسلوبها وهي ده حياتها، هي قابله بالانتفاع ده وقابله بالمصلحه دي وقابله اللي تظهر تخلي شكلها وحش قدام الناس. هتغير في رايهم. انا شرحت لكم في البدايه، لخصت لكم الجمله في دقيقه ونص، حصل كذا 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 وهيتقال كذا كذا من اللي هم خلاص هو اتجاههم واحد ورايهم واحد وشكلهم وحش، وكمان مواقفهم غريبة جدا 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 لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعية العمومية. مين معانا تاني يا جماعة؟ الحاج عبده من القاهرة، اتفضل يا حاج عبده.
حاج عبده. كابتن شادي السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ حضرتك على الهواء، اتفضل. السلام عليكم. بسلم على حضرتك طبعا، وبسلم على ضيفي الكريم الكابتن محمد سمير. طبعا ابن النادي الاهلي المحترم. اهلا بحضرتك. احب ان انا الفت نظر حضرتك لشيء، ان احنا بنتحارب من جهات كثيره قوي عشان تخرجنا من التركيز اللي احنا فيه. احنا عندنا مباراتين مهمتين، عندنا ماتش منتخب مصر وعندنا ماتش الاهلي المهم جدا اللي احنا مش عايزين. اذا كانت النتيجه كويسه، نتيجه 2-1 نتيجه كويسه، لكن هي الماتش مهم والماتش صعب. صح. والنادي الاهلي محتاج جمهوره فعلا. النادي الاهلي محتاج جمهوره، وجمهوره اللي بيقادر الفريق في كل وقت وفي كل مكان. يا كابتن شادي، الماتش بتاع النجم يكاد يكون سهل، ولكنه صدقني ان هو ماتش هيكون صعب. لو احنا ما خدناش بالنا من ان احنا لازم نجتهد كجمهور ولعيبه، خلي بالنا من النتيجه، نتيجه خادعه. 2-1 نتيجه بالنسبه لنا هي قريبه، ولكن هي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من السهل ان تتحقق بروح وعزيمه ابطال النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. كلنا ورا النادي، كلنا ورا فريق النادي الاهلي يا كابتن شادي. 60,000 ان شاء الله يبقوا 65، وان شاء الله يبقوا 70. مفيش ولا همهمات ولا في زوم على اللعيبه ولا في اي حاجه خالص. احنا هنشجع الفريق بتاعنا من قبل ساعه ما نخش الاستاد لحد ان شاء الله ما نحتفل بالصعود للنهائي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حاج عبده، انا بشكرك شكرا جزيلا. كلام حضرتك مهم جدا جدا، وانا احب ده، روح الجماهير تبقى زي اللعيبه، وكلام محترم من شخصيه محترمه جدا. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. مين معانا؟ كابتن محمد، الجماهير اما بتبقى حاسه بالموقف الصعب وبيجي، يعني قال جمله مهمه، قال لك دورنا كجماهير مهم ودور اللعيبه مهم، واحنا كنا من شويه بنتكلم على 2008. لا، دور الجماهير طبعا دور كبير يا كابتن شادي، والجماهير دلوقتي بقت عندها يعني خبره، وعندها ازاي في الوقت الصعب يقفوا جنب فرقهم. بقى عندهم العقليه بتاعتهم اتغيرت عن زمان كانت الجماهير ساعات بتبقى مش سبورت قوي للفرقه حتى وهم موجودين في الاستاد. دلوقتي الجماهير بتعرف ان انت لازم تبقى موجود في الاستاد حتى في المواقف الصعبه، او لو النادي مش او لو المنتخب مش محققين اداء كويس، لازم يبقوا لغايه اخر دقيقه موجودين مع الفرقه وبيشجعوهم عشان يحققوا النتيجه المطلوبه. الجماهير دلوقتي زي ما بقول لك عقليتهم اختلفت تماما، وهم طبعا يعني اكيد بيحسوا ان اللعيبه محتاجاهم في الملعب، سواء المنتخب او النادي الاهلي. اي لعيب في الملعب بيحتاج الجماهير تبقى موجوده في ظهره، الجماهير عامل كبير من العوامل اللعيبه بتبقى محتاجاها في الملعب يعني. طبعا سمير، يعني الوقت بيجري معاك جامد جدا، وانا مره تانية ومليون بقولها، عارف لما تبقى في عشره مع لعيبه معينه، طبعا كل الاجيال محترمه وكل الاجيال حققت، لكن لما في عشره مع لعيبه وقعدت معاهم في وقت اكتر من بيتك، والوقت ده كله بطولات ونجاحات واحترام وقيم بتتعلمها كل يوم، ومؤسسه كبيره جماعتنا معاها جماهير محترمه، مؤسسه النادي الاهلي الكبيره العظيمه، ويبقى معايا واحد من اللي كانوا موجودين في الفريق ده. انا سعدت باللقاء معاك والله، وصدقني هبقى سعيد اكتر لما بشوفكم، لان انتوا كنتوا لعيبه رجاله ولعيبه اخلاقها عاليه، وانت يا محمد عندك السمات دي. لعبت قليل، لعبت كتير، ما لعبتش، ما سمعناش مشكله، سمعنا احترام وبطولات واخلاقيات عاليه. ربنا يخليك كابتن شادي، انا ببقى مبسوط والله وانا موجود معاك. زي ما انت بتتكلم، كل الكلام اللي انت قلته ده كلام طبعا جميل، وهي زي ما انت بتقول، هي السيره السيره هي اللي بتفضل، كل حاجه بعد كده بتروح. السيره لازم السيره تاخد عنك فكره، ان الناس كلها تاخد عنك فكره ان انت محترم. لا الخلافات ولا الصراعات ولا قله الادب هتجيب نتيجه، حتى لو جابت نتيجه دلوقتي لقدام الناس مش هتحترمك. صح. فهي زي ما انت بتقول، يعني الحمد لله رب العالمين، الواحد لما بيمشي دلوقتي والناس بتقابله بكل احترام وبيقولوا له كلمه كويسه. على قد الفتره اللي الواحد قضاها في النادي الاهلي، ما كانتش برده فتره كبيره قوي، بس الحمد لله الواحد سيرته يعني بتتقال بكل خير. تعاملت مع لعيبه كبيره في النادي الاهلي، كنت محظوظ ان انا ابقى موجود في الجيل ده. طبعا اتعلمت منه زي ما بقول لك حاجات كتيره بره الكوره وجوه الكوره، اثروا على شخصيتي، بجانب ان انا كنت طالع من ناشئين النادي الاهلي، فانا اوريدي عندي كل السمات بتاعه النادي الاهلي، ازاي ابقى لعيب كوره في النادي الاهلي، كنت متعلمها من وانا صغير. بس لما طلعت لقيتكم، لقيت الحاجات اللي كانت ناقصاني كمان اتعلمتها منكم،
وده فرق معايا كبير. فزي ما بقول لك انا كنت محظوظ ان انا كنت موجود معاكم، بجانب ان انا الحمد لله مريت باحسن فترات حياتي وانا في النادي الاهلي، بناخد كل البطولات، بنكسب كل الماتشات، الجماهير كانت موجوده في الملعب الحمد لله، ما كانش زي دلوقتي الجماهير مش موجوده. فانا يعني طبعا بحمد ربنا على الفتره الجميله اللي انا قضيتها في النادي الاهلي، ودلوقتي انا زي اي حد، هو ده شغلي وهو ده احتراف موجود بره النادي الاهلي، وفي انديه اللي لعبت فيها بره النادي الاهلي كلها كانت انديه كبيره الحمد لله، وبسعى ان انا اختم يعني مشواري ان شاء الله بصوره كويسه. وفي اي وقت النادي الاهلي طبعا بيطلبنا، احنا موجودين، احنا اولاد النادي الاهلي، وبنتمنى طبعا الخير لنادينا، وان شاء الله بتمنى الخير ان شاء الله لمنتخب مصر، ان شاء الله يوم الاحد تبقى الامور ماشيه كويسه، وان شاء الله ماتش العوده مع النجم الساحلي زي ما الاستاذ اللي كان بيتكلم، هو اتكلم في نقطه مهمه جدا، خلي بالك ماتش النجم مش هيبقى ماتش سهل جدا خالص، حتى حتى لو احنا بنقول ان النجم فنيا مش اعلى من الترجي، انما الفرقه اللي بتدخل الماتش وعامله حساب اللقاء وعامله حاطه يعني حسابات ان الماتش مش هيبقى سهل بتحقق نتيجه ايجابيه. هو ده اللي فرق معانا في ماتش الترجي هناك في تونس، ان احنا كنا رايحين حاطين هدف قدامنا ان احنا لازم نكسب، وهو ده اللي فرق مع الفرقه. الحمد لله حققنا النتيجه اللي احنا عايزينها. لازم اللعيبه برده تنزل، انا عارف ان كلهم عندهم خبرات ولاعيبه كبيره، ان هم ينزلوا ان الماتش مش سهل، النتيجه برده مش مطمئنه الى حد ما كويسه بس مش مطمئنه. فان شاء الله اللي احنا بنتمناه للمنتخب يتحقق الاسبوع ده والنادي الاهلي، وتبقى الامور كلها كويسه باذن الله. محمد شرفتني ونورتني النهارده وسعدت باللقاء معاك، واتمنى اللقاء معاك كمان يكون اسعد جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله نكرر الحوار مره ثانيه، وبنحتفل كل الاهلاويه بالحصول على كاس افريقيا بقى وتاني والصعود يا رب لكاس العالم. شرفتني ونورتني يا رب، وانا سعيد ان انا كنت معاك كابتن شادي، ربنا يخليك. ده كان حوارنا وفقرتنا الاخيره مع واحد من ولاد النادي الاهلي الكابتن محمد سمير. اكيد كمان في الاخر هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، والكوره للجماهير.